صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. هبدأ معاكم بموضوع الحقيقة أنا شايفاه مهم جدا وإيجابي جدا، ويمكن إحنا العادة دي موجودة عندنا من زمان قوي. إحنا النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن التطوع. احنا يمكن من زمان قوي عندنا التطوع ده موجود كده بنمارسه بشكل تلقائي، ان كان بقى بنشوف الناس اللي بتساعد الناس في الشارع في رمضان في اوقات الاوقات الصعبه اللي يمكن بتعدي علينا، ان كان بقى في مشكله ليها علاقه مثلا بالبرد او يعني دايما طول الوقت احنا بنساعد بعض في مواقف كتير جدا. لكن ده يمكن احنا بنعمله بشكل تلقائي وملوش اسم، لكن دلوقتي بقى احنا بنشوف التطوع عندنا في مصر حقيقه موجود بشكل كبير جدا. امبارح كان يوم التطوع العالمي، وكان في احتفاء كبير جدا بالمتطوعين ونشر ثقافه التطوع بين الشباب وبين كل فرد في المجتمع، لانه التطوع ده الحقيقه هو ارقى الاعمال الانسانيه. التطوع هو مؤشر ايجابي لمستوى الوعي والشعور بالمواطنه والانتماء والمسؤوليه المجتمعيه والاحساس بالغير. اليوم العالمي للتطوع هو يوم بيحتفل فيه الناس بممارسة إنسانيتهم تجاه بلدهم وتجاه مجتمعهم. يمكن زي ما كنت بتكلم في الأول يا مصطفى، إحنا طول الوقت بنحب نساعد بعض، طول الوقت بنقوم بالتطوع بشكل تلقائي من غير ما يبقى تحت فريم أو تحت اسم حتى التطوع. صحيح صحيح، ويمكن لما نحتفل سنوياً بيوم واحد في التطوع فأعتقد ده كمان شيء قليل جداً على ناس كتير جداً قدموا مجهوداتهم وخدوا من وقتهم وقت وخدوا من صحتهم وخدوا من صحة أهلهم وخدوا من كل حاجة علشان يقدم شيء زي ما أنت قلتي تجاه إنسانيته وتجاه بلده. التطوع زي ما قلنا هو تجسيد للإنسانية والخير اللي جوانا. التطوع زي ما هو بيفيد الآخرين هو أيضا بيفيد المتطوع نفسه على المستوى الشخصي. ليه؟ لأن التطوع بيزيد من الثقة بالنفس، بيجعل الشخص المتطوع عنده إحساس بالآخرين، عنده حب المساعدة، بيساهم أيضا العمل التطوعي في التخفيف كثيرا من اثار التوتر والقلق، وبيساعد على التعرف على اصدقاء جدد عندهم نفس المشاعر الايجابيه تجاه الاخرين، وبيوسع دايره المعارف لعدد كبير جدا من الناس اللي ربما بيكونوا متشابهين معانا في نفس هذه الصفات. صحيح يا مصطفى، يمكن بجانب المشاهد اللي احنا سردناها لحضراتكم في العمل التطوعي زي ما كنا بنتكلم، ان كان بموجب الاحساس بالمسؤوليه او حب الخير، لكن احنا دلوقتي بقى عندنا في مصر تجارب كتير جدا للتطوع، يمكن اهمها الشباب اللي تطوع للمشاركه في مبادره حياه كريمه. شباب كتير جدا واعمار مختلفه الحقيقه امنوا بالفكره، امنوا ان هم لازم يشاركوا بوقتهم وبمجهودهم. اللي تطوع بيوم، ساعه، اسبوع، وفي اللي تطوع بفكره او وقت او جهد او حتى نصيحه او مشوره. آلاف من المتطوعين على مستوى الجمهورية بيشتغلوا ليل ونهار تحت مظلة حياة كريمة عشان يعملوا فرق حقيقي وملموس في بلدهم. والحقيقة يمكن هم كمان يا مصطفى المشاركة
مش سهلة. حياة كريمة معنية بالقرى الأولى بالرعاية أو زبط. القرى الأكثر فقرا، يعني فيها سفر وفيها بالضبط، ففيها مشقة أصلاً بالضبط. ففعلا مجهود كبير جدا، مش مجرد ان هما بينزلوا في اماكن قريبه منهم بيساعدوا ساعه او ساعتين ويمشوا، لا ده مجهود كبير وجهد وافكار يعني موضوع كبير مش بسيط. لا ده كان في كمان شباب بينزل يعمل بيسقف البيوت، يعني بيعمل صحيح. وشباب جميعي زي الفل، حاجه تشرف، بيشتغل بايده وبجهده زي العمال، يعني كمان مش بيبذل من وقته وجهده، لا ده بيسافر وبيمسك الاسمنت وبيطلع زي العمال وبيشيل مش عارف ايه. متخيلين يا جماعه انا بتكلم في ايه؟ الحياه ده احساس انساني جميل جدا، واحساس فعلا مش عارف توصفه الا اذا انت جربته. أيوة. على المستوى الانساني احنا بنشوف الاف المتطوعين ايضا في الهلال الاحمر المصري، بنشوفهم بيشتغلوا ازاي في المستشفيات وبينزلوا ازاي بيساعدوا الناس كبار السن، تشوف منظمات المجتمع المدني ايضا الاف الشباب المصريين اللي بيشرف، الجمعيات الاهليه اللي بتقدم المساعدات للاسر الاولى بالرعايه بنشوف لهم ايضا عدد كبير جدا من الشباب المصري. الخير في امتي الى يوم الدين، علشان كده واحنا بنحتفل بالتطوع لازم نقول شكرا لكل واحد قدم المساعده تطوعا وحبا للمجتمع اللي عايش فيه، شكرا لكل واحد استقطع من وقته شويه وقت علشان يعمل خير. عايزين دايما نفتكر ان التطوع هو فكره انسانيه بحته قائمة على تقديم الخير للآخرين، حتى لو كان هذا الخير فكرة، حتى لو كان نصيحة، حتى لو كان كلمة طيبة تقدر تقولها أو تقدر توضح بيها مشاعرك تجاه الآخرين. صحيح يا مصطفى، وخلينا إحنا يعني كمان نعلم ولادنا أهمية التطوع، أهمية إن هم يساعدوا الناس، خلينا حتى في أجازتهم ينزلوا شوية، نجرب نخليهم ينزلوا شوية يساعدوا الناس، يشاركوا في أي مبادرة من المبادرات، يبقوا حابين إن هم يحسوا بغيرهم، دي حاجة مهمة جدا إن إحنا نعلمها لهم من الصغر، بس طبعاً عشان نقدر نعلمهم ده لازم إحنا نكون نموذج ليهم، لازم إحنا اللي نكون قدامهم كمان بنقوم بعمل تطوعي، أياً كان بقى نوع العمل، لو حابب تعملها تبع مبادرة من المبادرات المصرية اللي موجودة، لو حضرتك حابب تعملها تبع أي جمعية أو تبع أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، لو حابب حضرتك تقوم بيها بشكل فردي فاعمل كده، خدوا ولادكم معاكم. مهم جدا 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 ان احنا نحس بغيرنا، ان احنا نبقى بنحاول نساعد بعض. عدينا باوقات صعبه كتير، ان كان كورونا، ان كان الاوقات اللي كان بيبقى فيها مثلا بيوت بتتضرر بسبب الامطار، احوال كتير جدا. صحيح ان احنا ساعدنا بعض، لكن خلينا نعملها وتبقى بالنسبه لنا سلوك وعاد. على اي حال بنصبح على حضراتكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى وفي باقي المحافظات. صباح الخير لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير عليكي جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد دلوقتي كثافات مرورية في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية، واللي كمان بيشهد كثافات نسبية إنما بسيطة شوية، وهنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات إنما بسيطة ومش مؤثرة على حركة المرور كتير. هنكمل ونروح لكوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة وكمان هتبتدي تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وفية، وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري، وأثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما تختفي تماماً. وهنروح لحي باب الشعرية ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية إنما نسبية، وهناك طريق شارع هناخد شارع الجيش وهنكمل وندخل لشارع البنهاوي واللي في أوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة، وهنكمل لحد الآخر علشان يعني نوصل لشارع الدراسة، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد آخر الطريق.
نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. طريق الدائري القادم من أكتوبر تم إغلاقه كليا. منطقة القوس الغربي المريوطية مع غلق مطلع الدائري من طريق عن طريق الإسكندرية الصحراوي للقادم من إسكندرية في اتجاه ميدان الرماية. وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وبيتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق إسكندرية الصحراوي للنزول في نفق حازم حسن ومنه لطريق إسكندرية الصحراوي، وكمان استخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي. دول طرق بديلة عن الطريق الدائري، واللي قادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق إسكندرية الصحراوي بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. وناخد بالنا أن غلق كمان ميدان سفنكس ده بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة للمرور للجيزة يعني أجرت بعض التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات ده، وطبعا ده مأثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات المرورية هناك. أما المحور المتجه لأكتوبر فيه سيولة مرورية كبيرة. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم في كمان كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر تقريبا بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات وبسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، كل دول بسبب إنشاء محطات مترو الأنفاق والزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها. ظهرت كمان كثافات موجودة دلوقتي في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية. الكثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع ومكملة لحد الشارع لحد منطقة الطوابق لحد شارع العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقة بولاق ومنطقة إمبابة. لو رحنا لمحور صفت في كثافات مرورية بتزيد في اتجاه جامعة القاهرة. ناخد بالنا كمان أن الشركة المنفذة لعمل توسيع مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للقادم من مناطق شبرمنط بطريق المريوطية والمؤدي للطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المناطق المشار إليها على أن تكون مواعيد الأعمال شغالة على مدار الـ 24 ساعة حتى نهاية الأعمال دي. لو رحنا لمحافظة أسيوط هنبدأ جولتنا فيها من قدام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي هناك بعض الكثافات المرورية بتبتدي تظهر ومكملة لآخر الشارع اللي اسمه شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد الجويلي. هناك يعني بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة، وده لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية إنما متحركة وهتبتدي تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. خلصت جولتنا المرورية، وخلي بالكم برضو على الطريق انه بيبقى فيه صبح بدري وبالليل متأخر بتبقى فيه شبورة مائية، ناخد بالنا نراعي المسافات نشغل الانذار لو محتاجين ده علشان توصلوا بالسلامة. ونرجع مرة تانية لمصطفى جمانة نبدأ معهم فقراتنا صباح الخير يا مصر. فعلا الشبوره صعبه جدا وانا متفق معاك. جدا خلاص احنا في الشتاء بيبقى دايما في شبوره الصبح بدري قوي بتبتدي تظهر من بالليل وصبح بدري بتبتدي تختفي. صحيح صحيح، شكرا ليك يا لمي. شكرا شكرا.
على اي حال بنبدا دايما معاكم حلقه صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها افتتاح سيده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمحور التعمير واللي بيعتبر اضافه ونقطه تنمويه جديده في منطقه غرب الاسكندريه. المحور بيمتد بطول 35 كيلومتر من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي ولحد طريق سيدي كرير مطار برج العرب، وواقع 9 حارات مروريه لكل اتجاه، ده بالإضافة لافتتاح تطوير محطة مصر ومحور 54 وكوبري الدوران بالإسكندرية والمرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير 2. وخلال هذه الافتتاحات اللي تمت يوم أمس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الدولة المصرية بتضع كل عوامل النجاح والاستدامة في المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها، من أول تصميمها وتخطيطها واختيار موقعها، بالإضافة أيضا لأعمال التنفيذ علشان يخرج هذا المشروع في أبهى وأفضل صورة ممكنة. سيادة الرئيس أيضا اتكلم عن خطة الإسكان في الأسكندرية وقال أنه هيتم إنشاء من 500,000 إلى 1,000,000 وحدة سكنية في هذه المحافظة في الكام سنة اللي جايين. ده اللي أنا عايز بس نبص عليه، لأن إحنا لما المشروع ده فكرنا أن إحنا نعمله هو يمكن موجود يعني في غرب اسكندرية، وكان يمكن الحركة بالنسبة له هتبقى كانت إلى حد ما مش يسيرة، يعني مش كده؟ ما كانش فيه فندم غير يعني خلينا بس حتة حتة كده. أنا بس عايز أقول إن أنت هتبقى عندك قدرة إنك تروح للصحراوي بمحور عمر سليم، أنا بتكلم على عرض المحور، يعني بمحور لن يقل عرضه عن 5 حارات في كل اتجاه على الأقل، مش كده يا احمد؟ 6 حارات وست حارات يعني مش اقل من كده. تمام. وبالتالي انا عايز اقول ان المكان اللي بتتعمل فيه المشروع، لان يمكن تكون يعني مش كل الاماكن في ذهن الناس اللي موجوده وتاريخ، يعني في تاريخ وجدان او ثقافه حتى الشعب السكندري قد تكون هي الافضل يعني. لكن عايز اقول لكم هذا المشروع ده على 1500 فدان، ده رقم مش بسيط. ثم التصميم اللي معمول والإجراءات اللي اتعملت عشان يخرج المشروع ده في أبهى صورة. أنا بقوله كده ليه؟ لأن لما نيجي نعمل هنا تسكين أو سواء كان الإسكان المتوسط أو الاستثماري، حطوا في الاعتبار إن إحنا حطينا كل عوامل النجاح والجذب اللي تخليكم حاسين إن أنتم رايحين على مكان بيوفر لكم كل شيء، بدءا من المكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه طبعا، ثم الوصول اليه. ونفس الكلام بالنسبه لل الجزء المشارف اللي احنا بشائر اللي احنا حاطينه في المكان دوت. لما نيجي نتكلم هنا في اسكندريه على ما يقرب من يعني 140,000 وحده ولا حاجه، البرنامج لسه ما خلص حتى لو وصلنا ل 200,000 وحده، لان اذا كنا بنقول اسكندريه 4-4 وشويه دكتور مصطفى، فاحنا رايحين خلال مدة زمنية مش كبيرة قوي لرقم على الأقل يزيد له 500,000 أو 1,000,000 خلال كام سنة اللي جايين. وبالتالي الأماكن اللي تم دراستها عشان تعمل نمو، احنا عارفين ان داخل اسكندرية بقت الكتلة السكانية وكثافة البناء عالية جدا. اي حد هيفكر ان احنا نكمل ده او نزود ده جوه اسكندرية يبقى بنحط ضغط جامد جدا على مرافقها وعلى البنية الأساسية بتاعتها دكتور مصطفى، وبالتالي ما عندناش سبيل غير ان احنا ننمو. ايضا في نفس السياق قال سيادة الرئيس امس انه الدولة وهي بتشتغل في المشروعات الجديدة بتراعي الحفاظ على الثروة القومية، واكد انه اي مشروع للطرق لابد ان يتفادى الاراضي الزراعية لانها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. خليني اقول لكم على نقطة كانت مهمة، كانت الدولة فكرت من كام سنة إن ال 18,000 كيلومتر اللي قالهم اللي هو أحمد كانت أراضي زراعية. الشرق كانت أراضي زراعية. الأرض اللي إحنا بنتكلم عليها دي اللي منهم 1500 فدان تحديدًا، دي أراضي كانت برك وسبخية. وكان كمان يعني مش هقول سر ولا حاجة، كان في خلاف بين المؤسسات الدولة على الأرض ديت. وهي أرض كلها إيه؟ مية يعني. فطب ناخدها ونعملها للناس، نردمها ونعملها للناس، هتكلفني زياده شويه، لكن في النهايه انا خلي بالكم من الكلمه اللي انا بقولها،
في النهاية أنا حافظت على الأرض الزراعية يا جماعة. يعني أنا الفدان هنا في المنطقة ديت ما 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 يعني ما يعني ما سيبوش كده مش كده يا دكتور مصطفى. ده أرض ليها الترع بتاعتها وليها المصارف بتاعتها وليها الطرق بتاعتها وجودة عالية من التربة. أنا أخليها إذا كن مع الفريق كامل وبيشرح بنقول لا يمكن نعمل طريق ياخد 1000 فدان ولا 5000 فدان يا كامل، مش كده؟ قلنا لا، حتى لو كان ده هيترتب عليه تكلفة غالية. ودي النقطة اللي أنا عايز أوضحها لكم. الدولة وهي بتخطط لإقامة أي شيء بتحط في الاعتبار ثروتها القومية. الأراضي الزراعية دي ثروة قومية يا جماعة، مش هي صحيح بتاعت مواطن في الريف عنده 10 فدان عنده فدان عنده زي ما يكون، هي بتاعته صحيح، لكن هي في النهاية هي ثروة قومية لمصر، وبالتالي لابد إن احنا نحافظ عليها. عشان كده لما نيجي نتكلم على منطقة مشارف في العمرية، تخطيط زي ما قلت تخطيط رائع وكويس قوي قوي، ثم احنا بنخرج بقى من الكتلة السكانية اللي موجودة وبنعمل لها محاور حركة تخدم عليها عشان ما يخشش للوصول إليها من منين؟ من المدينة نفسها، لأن المدينة ما بقتش مستحملة. أنا أقدر أعمل لكم أردم في البحيرة وأعمل مشروع مهما كانت تكلفته عشان أتحرك فيه، لكن ما أقدرش جوه اسكندرية أشيل عماير ارتفاعها 13 14 دور بالألف عمارة يا دكتور مصطفى عشان أعمل طريق، مش هقدر أعمل كده. وبالتالي كفاية اللي موجود جوه ونعمل الحركة لناخد أرض زراعية لناخد أرض زراعية، لكن لو في أراضي زي اللي احنا خدناها دي بنعملها وفي حتت وفي أماكن أخرى احنا مخططين ليها أقدر أوصل بحجم العمران اللي أنا عايزه في اسكندرية يلبي مطالب الناس، ومش بس كده ويغير لمواطنينا اللي هم عايشين في مناطق غير مخططة بشكل أو سلبية أو ما فيش خطرة خلاص. سيادة الرئيس أيضا ركز على دور الدولة المصرية في حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات، اتكلم تحديدا عن أسعار الكهرباء والغاز والسماد، وقال أن تم الحفاظ على أسعار الخدمات دي لأن لو تم وضع التكلفة الحقيقية ليها هتكون فوق طاقة كل الناس. أنا عايز أقول أن الدولة حاولت، والهدف من التقديم أو من العرض اللي الدكتور هاني بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدولة عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكاية ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدولة عملنا فيها ايه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. طيب انا بس جيت على البند رقم، يعني بغض النظر عن الاجراءات اللي احنا عملناها ديت، ممكن حد يقول لي مش كفاية زودته شوية ولا ده مش كفاية، انا موافق انها مش كفاية، بس انا عايز اقول ان انا كان ممكن قوي الرقم ده الحد الأدنى يزيد عن كده، بس أجي على بند 4 ده ما قربش منه كتير، واخد بالك يا دكتور مصطفى؟ بس أنا كده أنا زودت الحد الأدنى للقطاع الحكومي يا دكتور، مظبوط، لكن بقية الدولة مش كلها حكومة، في قطاع خاص، الأغلبية قطاع خاص، هو ما أقدرش أفرض عليه في ظل الظروف اللي بتحصل واضطراب سلاسل التوريد والمشكلة اللي موجودة في الأسعار بتاعت مستلزمات الإنتاج اللي بتيجي من بره، لأن لما برضو الدكتور هالة ذكرت لنا وقالت لنا أن في مشكلة طاقة موجودة في أوروبا بشكل أو بآخر، لازم تعرفوا أن ده هينتج عنه أن أسعار المنتجات الأوروبية أكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفة، يعني هو مش هيدفع في الطاقة سعر أكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكس على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. أنا بس حاجة برضو تاني عند بند 4 وأقول إيه هنا، وأنا يمكن قلت دي بشكل أو بآخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقول لك رغم إن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط يا دكتورة هالة، وبقول للمصريين كل المصريين لو أنا جيت ما جاتش على بند 4 ده فقط وما تعاملتش معاه والدولة
حطت ارقام او هتتحمل ارقام ضخمه جدا جدا في قطاع الطاقه، كهرباء انا بتكلم، والغاز يمكن لزودنا بنسبه كبيره الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد اكتر من 170% ثمنه عن الاسعار السابقه يا دكتوره. مظبوط. يعني النهارده لو وزاره الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الاسمده في مصر بتاخد الغاز بالسعر ده. ده واحد. نمره اتنين، برضو الكهرباء لو احنا بنتكلم على سعر حقيقي بعد زياده تكلفه انتاجها هيبقى غاليه قوي. صحيح. سواء على المصانع او على المواطنين، وده ما حصلش. ايضا امس وجهت السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه التحيه الى كل ايادي الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل. وقالت السيده انتصار السيسي عبر صفحتها الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انني اتوجه اليكم في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، فانتم امل مصر ومستقبلها. كمان امبارح كان في اخبار واحداث كتيره، ابرزها متابعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهود اللي قامت بها اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس، واللي تضمنت صدور 259 قرار علاج على نفقه الدوله، وكان ايضا اجراء 132 عمليه جراحيه خلال شهر نوفمبر اللي فات فقط. منها ايضا ان فريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي شهد المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5، ومنها أيضا أخبار تانية هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهود اللي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، واللي تضمنت صدور 259 قرار علاج على نفقة الدولة وإجراء 132 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر اللي فات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5، واللي بتجري المنطقة الشمالية العسكرية وهيستمر لعدة أيام، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. امبارح وصلت شوادر كلنا واحد استقبال المواطنين للحصول على سلع بأسعار مخفضة، وده بعد مد المبادرة لحد نهاية السنة في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وقالت وزارة الداخلية إن المبادرة بتوفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 60%. نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة المحافظات، فمعانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها إنشاء أول جامعة خاصة في الوادي الجديد لخدمة أبناء المحافظة، وزيادة القروض الممنوحة للشباب ل50,000 جنيه في الدقهلية، أيضا تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تدشين الأتوبيس النهري بعد الانتهاء من تنفيذ عملية الإحلال والتجديد بتكلفة 1.7 مليون جنيه، وده من خلال الشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية. في الوادي الجديد تم الإعلان عن موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء أول جامعة خاصة بالوادي الجديد لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وده ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى. في شمال سيناء نفذت مديرية القوى العاملة بالمحافظة زيارات لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركات،
وتم تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الخاصة بالعمالة غير المنتظمة للمستفيدين منها من العمال، والاطمئنان على وجود اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمشروع. في الشرقية تم بدء العمل في رفع كفاءة ورصف الطريق الرئيسي الزقازيق دير أبو نجم من أول قرية أكوا والحد قرية صفت زريق بطول 1.5 كيلومتر. في سوهاج أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 9000 مواطن بخمس مراكز، هي دار السلام، أخميم، طهطة المنشأة، وطمة، وده من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً خلال شهر نوفمبر. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على زيادة القروض الممنوحة من جهاز شباب الخريجين من 40,000 ل 50,000 جنيه لزيادة معدل الإنتاج وتشجيع إقامة مشروعات جديدة. في جنوب سيناء تم البدء في زراعة 70,000 شجرة بأنحاء مختلفة من المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة. في قنا افتتح المحافظ اللواء أشرف الداوودي وحدة العلاج الطبيعي وأعمال تطوير الخدمات بوحدة العناية المركزة وقسم العلاج على نفقة الدولة ومعمل التحاليل PCR بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 26 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحبا بكم مرة تانية. انطلق المؤتمر الدولي الثالث للعلاج بمنتجات النحل، انطلق وبدأ أعماله في القاهرة، واستضاف هذا المؤتمر المركز القومي للبحوث بحضور مشاركين من أكثر من 30 دولة. من ضمن فعاليات هذا المؤتمر مناقشة فروع العلاج بالنحل والممارسات الطبية والتكميلية والبديلة المستخدمة في جميع أنحاء العالم وسلامة وأمان العلاج بمنتجات النحل بكافة التقنيات العلمية والعالمية. تفاصيل المؤتمر ده يضم 33 دولة من بقاع العالم أتوا ليقدموا ما ابتكاراتهم وأفكارهم وما توصلوا إليه، لأن مصر دي تعتبر أم النحالة، هي أول من استأنس النحل منذ 7000 سنة، ويأتي القرآن الكريم ويعطينا آية معجزة باسم النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس. ويأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعطينا 23 حديث صحيح في خاصية النحل وهديه الطبي، حتى الجرعة إذا استطلق بطنه أو عرب بطنه فقال أسقيه عسل 4 مرات، فكانت الجرعة متعددة، فهذه أول إبداع للجرعة. فكل هذه الأشياء أتى إلى المؤتمر متعددين من دول مختلفة، كل يقدم تجربته، والآية المفضلة للنحل هي الله سبحانه وتعالى أوحى لها لإعطاء الغذاء والشفاء والدواء في نفس الوقت، أيضا أنه منشط لأن هو لتلقيح النباتات فهو خير فيها من هنا إلى يوم أن تقوم الساعة. المؤتمر الدولي الثالث النهاردة بيتكلم على آخر ما توصل إليه العلم في العلاج بعسل النحل. النحل عامة بكل منتجاتها، شمع عسل، العسل ذات نفسه، بل الهواء المحيط بخلية النحل، كل دي أبحاث بتدور حوالين الثلاث محاور دولت بحيث يبرز للعالم ما جاء بالقرآن الكريم فيه شفاء للناس.
ذكرى فيه شفاء للناس نكرة عشان الناس تبحث وتعرف ايه هي بالظبط الامراض اللي ممكن يعالجها عسل النحل او منتجات النحل بمعنى اصح. فدي كلها بتتناولها النهارده المؤتمر ان شاء الله، ونتمنى نطلع بتوصيات او بادله جديده تثبت اكتر او تزيدنا ايمانا بقدره الله سبحانه وتعالى في ان القران الكريم قران صدق، يعني يبقى هدايه للناس ليوم القيامه ان شاء الله. احنا لنا مشاركات عديده في جميع انحاء العالم، ولنا اتفاقيتنا مع المركز القومي للبحوث ولتأصيل نشاط النحل ومعرفة فوائد النحل الدوائية ومنتجاته. احنا لنا كثير من البحوث بالمشاركة مع المركز، الحمد لله يعني وصلنا إلى مراحل عظيمة جدا ورائعة في تأصيل هذا العلم واستخراج كثير من الفوائد من منتجات النحلة، سواء من العسل، من البروبليس، الغذاء الملكي. وصل يعني إلى مجموعة كبيرة من البحوث في هذا المجال وفوائده الطبية، والمركز جزاهم الله خير يعني بذلوا مجهود جبار معنا في هذا المجال. وحقيقة أنا لا أستطيع أن أعبر ما في خاطري تجاه هذا الوطن الغالي، وطننا مصر، ونحن سعداء بأن نكون شركاء في هذا المجال وفي هذا العلم الذي ينتفع منه البشر وينتفع منه البشرية كلها، خاصة مع ما داهم العالم من هذه الأمراض الجديدة والخطيرة. طبعا العلاج بعسل النحل ده من قديم الأزل ومذكور في القرآن، فيه شفاء للناس. وطبعا المركز فيه أبحاث كتير بتتم على استخدامات العسل والطب البديل عموما في علاج بعض الأمراض، واستخداماتنا للعسل أو الطب البديل في علاج الأمراض بيتم بتقنية علمية، مش أي حاجة ومش بأي طريقة، لا، بتقنيات علمية وببحوث علمية معترف فيها دوليا. نتشرف هذا اليوم في مصر الحبيبة، نتشرف بتقديم أحدث المستجدات في العلاج بمنتجات النحل بما فيها العسل والمنتجات الأخرى. دراستنا تتحدث عن استخدام العسل كعلاج رئيسي في معالجة جائحة كورونا كوفيد 19. أثبتت الدراسات العلمية جدوى العسل بنسبة 83% من الناس المستخدمين للعسل كمناعة وكعلاج وكوقاية قبل الإصابة بكوفيد 19. إن العلاج بمنتجات النحل أصبح من الأهمية والضرورة اللي الناس توغلت فيها بشكل كبير جدا، وخصوصا الباحثين والدكاترة، خصوصا ان الحضارة القديمة الإغريقية والصينية والمصرية كانوا بيستخدموا الحاجات دي في علاج بعض مشاكل المفاصل وغيرها يعني. وزي ما بيقولوا كده دايما ان عسل النحل للأكل وسمه للدواء، فاحنا فالمنتجات بتاعت نحل العسل يعني منتجات مهمة جدا، واصبح لها يعني باع كبير قوي في دول كتيرة جدا، وخصوصا الدول المتقدمة دلوقتي اصبح في مراكز وعيادات خاصة متخصصة في العلاج بمنتجات النحل. فانا اعتقد ان المؤتمر ان شاء الله هتطلع بتوصيات مثمرة ومفيدة جدا لصحة الانسان باذن الله. المؤتمر يعتبر الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط، يشارك فيه أكثر من 300 حاضر وأكثر من 30 دولة مشاركة معنا في المؤتمر، وأيضا أكثر من 200 بحث التي يعني تقدمت للمؤتمر، اختير منها قرابة 40 بحث للمشاركة في هذا الحدث الكبير. على مدى 3 أيام سنكون بإذن الله مع الموجودين والحاضرين المشاركين لنعرض الجديد في مجال العلاج بمنتجات النحل. فنريد أن نغير الصورة النمطية ونبني يعني توجه لتأصيل هذا الجانب، تأصيل علمي دقيق حتى ينتفع به البشر بإذن الله. مشاهدينا نروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هتنظم المنتدى العربي السادس واللي هيناقش كيفية الاعتماد على الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر. ومنها أيضا إن كلية إعلام القاهرة هتنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة، ومنها أيضا إن في آخر مباراتين هيتلعبوا النهاردة في الدور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هتنظم المنتدى العربي السادس حول أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. النهاردة هينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان مصر ومناهضة العنف ضد المرأة، وده هيكون الساعة 12 الظهر بقاعة المؤتمرات بالكلية. الندوة هتناقش كل ما يتعلق بالعنف وأشكاله وكيفية مناهضته والتعريف بالحملة العالمية الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، إضافة لاستعراض جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة من خلال مؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني ودور الإعلام والدراما والقوى الناعمة بشكل عام في مناهضة العنف ضد المرأة المصرية. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في آخر مباراتين في الدور 16 للبطولة. هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب أسبانيا الساعة 5، ومنتخب البرتغال مع منتخب سويسرا الساعة 9 بالليل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري، ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم ما زلنا بنشهد الاجواء الخريفيه المستقره على اغلب انحاء الجمهوريه، مع انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره هنحس بيه فترات النهار، خاصه مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار، فهتساعدنا على الاحساس بالاجواء الخريفيه اللطيفه تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. أجواء حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس درجات الحرارة هتنخفض بشكل ملحوظ، وهنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة أول ساعات الليل. الأجواء بنحس بيها أجواء مائلة للبرودة، لكن مع الساعات المتأخرة من الليل بنبدأ نحس بالانخفاض الأكثر في درجات الحرارة وأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. طبعا كمان خلال فترات الصباح بنحس بالانخفاض في درجات الحرارة والأجواء بتكون معها أجواء مائلة للبرودة، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح بيحسسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة. اليوم ايضا مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون طبعا في سقوط امطار، ويمكن بدا بالفعل خلال ساعات الصباح الاولى على بعض المناطق من بورسعيد ودمياط. متوقع يكون اليوم في امطار خفيفه على السواحل الشماليه للبلاد، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. ايضا الامطار هتتقدم للمناطق الداخليه جنوب الوجه البحري زي المنوفيه الغربيه الشرقيه، بعض المناطق كمان من مدن القناة، إسماعيلية والسويس، وقد تصل كمان الأمطار لبعض المناطق من القاهرة الكبرى. لكن فرص الأمطار اليوم كلها أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، نسبة الحدوث كمان لا تتجاوز 30%، يعني هنلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا مفيش منها قلق، هتساعدنا على فقط على الإحساس بالأجواء الخريفية أو أجواء أشبه بالأجواء الشتوية. بالاضافه كمان طبعا ان هيكون خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل هيستمر معانا تكون لشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. درجات الحراره دي هتستمر معانا غدا ان شاء الله الاربعاء العظمى على القاهره الكبرى، متوقع تستمر 22 درجه مئويه، لكن مع يوم الخميس هنبدا نلاحظ
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات، زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فهنحس مرة أخرى بالدفء خلال فترات النهار والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة ده اعتبارا من يوم الخميس إن شاء الله، وهتستمر معنا كمان الأجواء المستقرة لمطلع الأسبوع القادم. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على مختلف المحافظات. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 22-14، اسكندرية 22-14، العالمين الجديدة 22-14، مطروح 21-14، دمياط 23-15، بورسعيد 22-15، الإسماعيلية 23-12، السويس العظمى فيها 23 والصغرى 15، العريش 21-14، كاترين 16-5، طابة 23-14، حلايب 24-20، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 25-18، الغردقة 24-17، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 14، بني سويف 23-13، الوادي الجديد 24-14، أسيوط 22-11، سوهاج 23-12، قنا 24-14، الأقصر 25-14، أسوان العظمى 25 والصغرى 14. وبكده عرفنا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا حالة الطقس النهاردة. ناخد بالنا من الشبورة وإن شاء الله نرجع بسلامة إن شاء الله على بيوتنا. نرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا رامي. شكرا لك. طيب دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم للكورة، والحقيقة لو هنتكلم عن كأس العالم تحديداً، اللطيف جدا في النسخة دي انه جمعنا كلنا احنا كعرب، جمعنا حوالين كورة، جمعنا حوالين فرحتنا لما السعودية فازت على الأرجنتين، كلنا كمان حسينا بالفخر بعد فوز تونس على فرنسا، كمان كلنا ورا المنتخب المغربي في المباراة اللي هيلعبها أمام منتخب إسبانيا النهاردة في دور 16 في كأس العالم، بعد ما قدم الحقيقة أداء مشرف أمام أكبر منتخبات كرة القدم العالمية. تصدى رسم المنتخب المغربي مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم بعد تأهل أسود أطلس لدور 16 لبطولة كأس العالم قطر 2022، وحقق منتخب المغرب فوزاً هاماً على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف واحد، وصعد للدور الثاني من المونديال على رأس مجموعته كأول منتخب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. تهتز الشباك البلجيكية، يتكسر جبال البلجيكيين. وما أن أطلق الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس صافرته معلناً نهاية المباراة، حتى اشتعلت مواقع التواصل فرحاً بهذا الفوز التاريخي، وغلبت على نقاشاتها أجواء الوحدة والتضامن العربي بين المشجعين العرب، وهو ما يعكس حجم الوعي والتضامن بين الجماهير العربية رغم أنه ليس بالجديد، وتجلى في أكثر من مناسبة كروية وبأشكال مختلفة، خاصة في كأس العرب في نسختها الأخيرة التي احتضنتها قطر العام الماضي. ويعتبر مونديال قطر فرصة أخرى تعبر من خلالها الشعوب العربية عن نبضها المشترك وفرحها التلقائي بأي نصر، كما أن الهزيمة تؤلم الجميع لكنها لا تكسر حماسهم وعزيمتهم. وشهدت الشوارع العربية إقبالاً كبيراً من الجماهير لمتابعة المنتخبات العربية في كأس العالم على الشاشات الكبرى في النوادي والتجمعات الكبرى وعلى المقاهي والكافيهات. وعلى الرغم من اختلافهم على تشجيع المنتخبات الكبرى كالبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، إلا أنهم كانوا على قلب رجل واحد في تشجيع المنتخبات العربية. فالفرحة غمرت الشوارع العربية في كافة مدنها بفوز السعودية على الأرجنتين، والاحترام والتقدير والفخر بفوز تونس على فرنسا، والدعوات والأماني والدعم لمنتخب العرب المغرب في مواجهة منتخب إسبانيا في دور 16، وذلك بعدما قدمه من أداء مشرف أمام أكبر منتخبات كرة القدم العالمية. ده
دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا نبيا حمدي. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد، محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الأسكندرية، أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى والشرق العوينات. وقال الرئيس السيسي أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تأثير المخلفات على التطوير وبناء المحاور الجديدة. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، وأنها لم تشهد في السابق أي تنمية. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 16 لمناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني. هذا وقرر مجلس الأمناء استكمال المناقشات الأسبوع المقبل للإعلان عن الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني، وبحث المجلس الأسماء المرشحة والمطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة في ضوء ترشيحات مقرري اللجان والمحاور والأحزاب السياسية. شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن حل النزاع الدائري في الأراضي الأوكرانية يتطلب حتما تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي ضمانات مماثلة لروسيا فمسألة تأتي لاحقا. وقال بوريل أن الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية، موضحا أن هذا الأمر يتطلب سداد موسكو تعويضات مالية والبت قضائيا في غرائم الحرب وانسحاب القوات الروسية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. ويأتي موقف بوريل إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث فيها عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لموسكو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الطائرات المسيرة، إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين، مما تسبب بانفجارات وأضرار طفيفة بطائرتين. أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا النووية لأي طرف ثالث. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا إنه لا يمكن الحديث عن إخراج محطة زابوريجيا النووية من السيطرة الروسية لأنها على أرض أصبحت روسية. وأضافت أن روسيا هي الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية. أعلنت الأمم المتحدة وجود أدلة على استخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيميائية في الفترة التي سيطرت فيها على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. وأوضح تقرير لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أن تنظيم داعش قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع. تأهل المنتخب البرازيلي للدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه الكبير على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدور 16. وسجل رباعيات البرازيل كولامين جونيور ونيمار وريتشارسون وباكيتا فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق سيونغ هو. وبهذه النتيجة حسم راقص السامبا تأهلهم للدور المقبل ليضربوا موعدا مع كرواتيا التي تأهلت بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
نرحب بحضراتكم مرة ثانية ونروح دلوقتي لمحافظة أسوان اللي بدأ فيها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات تنظيم الأسرة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اللي موجود معنا عبر الهاتف. صباح الخير حضرتك يا دكتور وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه جمانه، صباح الخير يا استاذ مصطفى، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البدايه لو نعرف من حضرتك يعني هل كل المستشفيات والمراكز الطبيه المتواجده في اسوان هيتم ضمها لمنظومه التامين الصحي الشامل ولا هتكون ايه اليه العمل؟ يعني هي في اي محافظه مش بس اسوان هناك شرط ومعياريه للانضمام لمنظومه التامين الصحي هي الحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي. فأي مستشفى سواء كانت مستشفى حكومية أو مملوكة للدولة أو مستشفى خاص أو أهلي إذا تقدمت بأوراقها وحصلت على الاعتماد من هيئة الرقابة والاعتماد تستطيع أن تنضم للمنظومة. لكن الحقيقة الدولة مجهزة محافظة أسوان بما يقرب من 90 منشأة ما بين وحدات ومراكز طب أسرة والمستشفيات، ودول اللي احنا جاهزين للدخول فعليا في التشغيل التجريبي اللي المفترض انه يبدا في شهر ديسمبر 2022 اللي هو الشهر اللي احنا فيه. دي في 4 مستشفيات تم الانتهاء منها بالكامل وجاهزه النهارده على نقل التبعيه الى هيئه الرعايه الصحيه اللي هي ذراع الدوله في تقديم الخدمه عشان نبدأ التشغيل التجريبي في هذا الشهر إن شاء الله. طيب يا دكتور لو بصينا بشكل عام على قصة المشروع ده، هل إحنا انتهينا بالفعل من مدن القناة اللي هي كانت النواة الأولى؟ إحنا عارفين بورسعيد ثم السويس وإسماعيلية ثم سيتم الانتقال وصولا ل 2030، صحيح الكلام ده؟ اصحح لي لو انا مظبوط. احنا المرحله الاولى اللي هي محافظات بورسعيد ومش بس القناه، بورسعيد والاقصر والاسماعيليه وجنوب سيناء واسوان والسويس، احنا فعليا شغالين في بورسعيد والاسماعيليه والسويس والاقصر، وتم بالفعل قبل مؤتمر المناخ الكوب 27 نقل التبعيات في جنوب سيناء الى هيئه الرعايه الصحيه. النهارده بنخلص او بنبدا التشغيل التجريبي في اسوان عشان بكده تبقى انتهت محافظات المرحله الاولى بإجمالي تقريبا عدد يقرب من 4.7 مليون أو 5 مليون من المسجلين على المنظومة في المحافظات الستة في المرحلة الأولى. طيب دكتور حضرتك ذكرت أنه مرحلة التشغيل التجريبي هتبدأ في شهر ديسمبر الشهر الحالي، فعايز أعرف من حضرتك وقت هذه المرحلة يعني تستغرق قد إيه ده أولا، ثانيا عايز أعرف برضو من حضرتك عدد الأهالي المستفيدين تحديدا في أسوان من هذه المنظومة قد إيه؟ عدد الأهالي رقم يقرب من 1,500,000 تقريبا من قاطني محافظة أسوان. التشغيل التجريبي في العادة بياخد فترة من 3 إلى 6 أشهر ثم بيتم الإطلاق الكامل للتشغيل. المواطن هيستفيد إيه تحديدا يا فندم من هذا المشروع؟ أسئلة كتيرة جدا في أذهاننا حوالين هذا الأمر. يعني خليني أقول لحضرتك يمكن السؤال ده كان يبدو أكثر صعوبة في المرحلة الأولى أو في قبل ما نشتغل تشغيل فعلي في محافظات زي بورسعيد والإسماعيلية وقناة السويس، لأن أنت كنت توصف للمواطن ما هي الخدمات الصحية التي سوف يحصل عليها وبأي مستوى من الجودة. أعتقد إجابة السؤال ده بقت أسهل النهارده بقى لما عندنا محافظات فعلا تم فيها التشغيل والناس رأت النقلة في الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطن في المحافظات التي بدأ فيها تشغيل منظومة التأمين الصحي، سواء على مستوى نوعية الخدمات وتنوعها، على مستوى جودة المنشآت، على مستوى المجانية التي تكاد تكون مطلقة أو أن المواطن لم يعد يتحمل من جيبه بشكل مباشر تكلفة تقديم الخدمة، وإنما منظومة التأمين الصحي الشامل هي التي تتحمل المنظومة من خلال اشتراكات يدفعها القادر وتدفعها الدولة لغير القادر نيابة عنه.
طيب دكتور، ممكن يبقى يعني في تساؤل في اذهان المواطنين، لماذا تم البدء في المرحله التجريبيه من منظومه التامين الصحي الشامل في المحافظات؟ يعني خلينا نقول هي مش كثيفه السكان بشكل كبير، ان كان مدن القناه او حتى لو هنتكلم في اسوان زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. ليه بدات في هذه المحافظات تحديدا، وامتى ممكن يعني نرى منظومه التامين الصحي الشامل موجوده في كل المحافظات؟ يعني الحقيقه منظومه التامين الصحي الشامل هي منظومه ضخمه جدا طبعاً. تشمل ما يقرب من 105 مليون مواطن على موجودين في مصر. فعشان نبدا منظومه بهذا العدد الضخم كان من المهم ان يكون هناك اختيارات احيانا مبنيه على الاعداد اللي موجوده في المحافظه، واحيانا ثانيه مبنيه على الجهوزيه، واحيانا ثالثه مبنيه على التنوع والتقسيم الجغرافي. ومما لا شك فيه انه هناك ما يسمى بالليرنينج كيرف او منحنى التعلم والاستفاده. النهارده في البدايه في بورسعيد في 2019 خدنا وقت اطول، بعد كده لما بدانا ندخل في الليرنينج كيرف يعلى، بقت الدخول والتشغيل التجريبي بياخد وقت اقل، والامور التي تظهر اثناء التشغيل بيتم معالجتها بسرعه. فالحقيقه كلما زادت المحافظات كلما كان المنحنى التعلمي بيبقى اسرع، القدره على التعامل مع اي مشكلات طارئه بتبقى اسرع، التوقع لكيفيه التعامل مع المعوقات بتبقى اكثر اتساعا واكثر سهوله. فدي مساله عندما يكون في هناك مشروع بهذه الضخامه وتغطيه شامله لابد من البدايه على بشكل تدريجي. اما بالنسبه للاجابه لسؤال حضرتك، فالقانون حدد الحقيقه ان المشروع من المفترض ان ينتهي في 15 سنه بدايه من 2018، لكن هناك توجيه من السيد الرئيس بان تقل هذه المده الى 10 سنوات فقط بدل من 15. والحقيقه كمان هناك توجيه، وده اللي بيقوم به الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، ان احنا خلاص احنا عرفنا ايه اللي احنا كنا محتاجينه في بورسعيد وفي الاقصر وفي اسوان عشان تنطلق المنظومه، ده احنا ماشيين فيه على التوازي في بقيات المحافظات الاخرى، بحيث ان احنا مش ماشيين بفكره التسلسل يعني نعمل ده ونخش على ده، لا النهارده احنا بنشتغل في كل المحافظات. ولعل ده مشاهد للمواطنين انه التطوير بيتم في كل المحافظات بشكل متقارب، في منشآت وتطوير واحلال وتجديد في محافظات في القاهره وفي الجيزه وفي اسوان وفي الوادي الجديد، عشان كل ده هو نوع من انواع التاهيل لسهوله نظام دخول المنظومه في المحافظه، والتزاما بالتوجيه الرئاسي بتقليل المده لتعم او لاطلاق المنظومه في كل جمهوريه مصر العربيه. طيب دكتور حسام، حضرتك قلت من شويه ان احنا بناخد من القادر حتى نعطي غير القادر، والدوله بتساهم بشكل احنا ما قلناش كده، احنا قلنا ان القادر بيتحمل قيمه اشتراكه في التامين. اي انا بس عايز اتكلم بلغه الارقام. الدوله بتتحمل عنه قيمه الاشتراك، لان منظومه التامين هي قائمه على الاشتراكات. ايوه. القادر بيدفع الاشتراك بشكل مباشر، غير القادر الدولة بتدفع عنه إلى المنظومة قيمة هذا الاشتراك. لغة الأرقام هنا بتقول إيه؟ الأرقام الموازنة يعني بتاعة المشروع وصلت لكام؟ لا يعني الأرقام حسب كل محافظة تختلف، لكن إجمالي ما يتم إنفاقه هيكسب، مش بس فكرة التشغيل، يعني التشغيل ده له أرقام، المنشآت التي تبنى، التجهيزات، كل دي لها أرقام. إحنا بنتكلم في رقم النهاردة اجمالا يقرب من ال 50 مليار جنيه في المحافظات اللي احنا بنتكلم عليها من باب الانشاء والتجهيز بس، التشغيل ده راننج كورس. بكل تاكيد طبعا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات. وزاره الاوقاف بتستعد دلوقتي لاطلاق برنامج لتحفيظ القران الكريم عن بعد، وده تيسيرا على الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل وفهم معانيه. تفاصيل أكتر عن البرنامج وموعد إطلاقه وكيفية الاشتراك فيه معنا على الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير جمانة، وعلى كل السادة المشاهدين وعلى كل المصريين يا رب في كل مشارق الأرض والمغرب. أهلا بحضرتك.
يعني نعرف او نفهم ان في تعليم عن بعد، ولكن تحفيظ قرآن عن بعد دي جديدة، فاهمني هتعملها ازاي والوسيلة واصلة لغاية فين واحنا مستهدفين مين بالتحديد؟ هو صباح التفاؤل والبناء والتعمير، صباح بناء الوعي الرشيد، وكل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله تجدونه في وزارة الاوقاف. يمكن دور وزارة الاوقاف بس مش بس الامر قاصر على المسجد الدرس وخطبة الجمعة فقط، لكن منذ تولي معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وزارة الاوقاف بتشهد نقلة غير مسبوقة في تاريخها من ناحية البرامج أو التوعية أو حتى من ناحية البر وخدمة المجتمع. يمكن امبارح احنا شفنا إعلان وزارة الأوقاف أن هيكون إن شاء الله بإذن الله برنامج التحفيظ عن بعد، وإن شاء الله بإذن الله ده هيتم على مستوى المديريات الإقليمية. يمكن هنستفيد إن شاء الله بإذن الله بكل شيوخ المقارئ وأعضاء المقارئ المعتمدين عندنا في مجال في هذا المجال في مجال التحفيظ، ويمكن برضو اللينك موجود على صفحة الوزارة لكل أولادنا الكبار والصغار في ربوع الجمهورية اللي عايزين يشتركوا، اللينك موجود، وإن شاء الله بإذن الله سنطلق المسيرة بإذن الله من الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله، يبقى فيه تحفيظ عن بعد هذا بجانب التحفيظ اللي موجود الآن بالفعل في المساجد. التحفيظ عن بعد هو احنا دلوقتي في عصر الرقمنه والعصر الالكتروني، ولازم نبقى مواكبين لهذا الحدث. في ناس كتير جدا النهارده من اولادنا عشان خاطر موضوع المدارس ممكن هو مش هيقدر مثلا يروح المسجد، عنده نص ساعه عنده ساعه كده في البيت، هو بيبقى يعني قاعد في البيت هو بيبقى محتاج ان هو يراجع فيها القران، ان هو يحفظ القران. فاحنا في هذا الامر احنا بنوفر له الوسيله دي ونقول له ما فيش اي مشكله لو انت عايز تحفظ وانت موجود في مكانك، او انت مش هتقدر تروح مسجد او مش هتقدر تذهب لمكتب التحفيظ، احنا هنوفر لك الامر وهنوفر لك الاسباب، وان شاء الله هتكون معانا، وان شاء الله باذن الله سينطلق هذا المشروع، مشروع تحفيظ القرآن عن بعد التابع لوزارة الأوقاف. طيب يا فندم، عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين بشكل أكتر، هل ده برنامج ولا منصة إلكترونية ولا بيكون عبارة عن إيه؟ إزاي آلية العمل وآلية تنفيذ هذا البرنامج هتكون عاملة إزاي؟ أنا بس عايز أقول لحضرتك إحنا بس مش موضوع تحفيظ القرآن، إحنا عندنا تدريب عن بعد، إحنا وخارج جمهورية مصر العربية إحنا في هذا المجال إحنا سباقين في هذا الأمر. يمكن إحنا دربنا أكثر من 20 دولة الأئمة فيها هناك عن التدريب عن بعد، وبرضه لما حصلت أزمة كورونا وكانت في يعني في أعلى درجاتها وكان المساجد مغلقة، أيضا كان في تدريب عن بعد على مستوى الجمهورية. ده هيبقى فيه لينك وهيبقى فيه رابط طبعا هيبقى يشترك فيه الاولاد مع الشيخ. احنا الامر ده يعني شغالين عليه من امبارح والنهارده، وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هتشوفوا هذا الامر. ده يا فندم بيكون تفاعلي، يعني بيكون مثلا زي لايف ولا بيكون مسجل ولا بيكون ازاي؟ لا بيكون لايف يا فندم، لايف على طول على المباشر زي زوم كده بالضبط. هيبقى الشيخ وعلى الرابط والاولاد موجودين وهو بيسمعهم وبيسمعوه، هيبقى لايف مباشره، وهيبقى من خلاله هيبقى في تفاعل بين فضيله الشيخ وبين الاولاد اللي عايزين يحفظوا، وهيبقى ان شاء الله باذن الله يعني بدون مشقه، مش هنخليه كل يوم عشان ما يبقاش فيه تعب على اولادنا، ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى يومين او ثلاثه في الاسبوع ان شاء الله باذن الله. انت بتستهدف كم واحد يعني، ولا بتستهدف فئه عمريه بعينها؟ يعني حضرتك مستهدف الاطفال ولا كل الناس؟ في حاجه اتفضل. ايوه، هو احنا اي حد هيبقى محتاج ان هو يحفظ القران ويتعلم القران عن بعد معانا، احنا مستهدفين الاطفال، رياض الاطفال طبعا والنشأ طبعا عموما، وهيبقى ان شاء الله باذن الله في لو في كبار السن هيبقوا عايزين محتاجين ان هيكون هذا الامر عندهم هيبقى برضو متاح. احنا لسه في اطلاق البرنامج، لكن احنا البدايه طبعا هنبقى مستهدفين اولادنا واطفالنا اللي هم عايزين يحفظوا. لكن عايز اقول لحضرتك برضو احنا عندنا احنا عندنا بعد صلاه الفجر كبار قراء جمهوريه مصر العربيه، فضيله الدكتور
لهينا والشيخ طروطي والشيخ النعماني كبار والشيخ احمد تميم كبار القراء بيعملوا مقراءه للجمهور بعد صلاه الفجر، الناس بتحفظ فيها القران. عندنا الائمه بيعملوا مقراءه للجمهور يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه، الكبار برضو بيحفظوا فيها. عندنا برنامج التثقيف للطفل اللي بيبقى فيه الاطفال موجودين برضو ايضا بيحفظوا فيه هذا الامر. لكن احنا بنقول مساهمه ومساعده في نشر وتحفيظ القران الكريم هيبقى فيه تحفيز عن بعد للراغبين، ومستهدف اولادنا واطفالنا من رياض الاطفال حتى يعني دون قيد يعني في هذا الامر. اي حد عايز يحفظ القران احنا ان شاء الله باذن الله هنساعده ونقول له احنا معاك سواء انت كنت في المسجد او عن بعد ان شاء الله باذن الله. هايل يا فندم. طيب دكتور هشام، خليني برضو اعرف من حضرتك نقطه، يعني حضرتك بتقول ان هو يكون في رابط او لينك وهيكون لايف وهيكون تفاعلي، فلو بنتكلم في اعمار مختلفه فبالتاكيد درجه الاستيعاب مختلفه. تمام. ازاي هتتعاملوا مع النقطه دي؟ ما هو احنا يعني ما مش اي حد هيحفظ، احنا بننتقي اهل الخبره واهل الفطنه في هذا الامر في المعامله مع الاطفال. عايز اقول لحضرتك احنا يمكن في الصيف الماضي خلال شهرين احنا كان في برنامج تثقيفي للاطفال، يمكن ده كان غير مسبوق، واكيد كلنا شفنا الاطفال يعني كان اكثر من يعني كان في مساجد اكثر من 1000 طفل موجود فيها في هذا البرنامج، وازاي كان التعامل مع الاطفال من خلال التحفيظ او من خلال تعليم الدين الاسلامي الصحيح، السمح من خلال شعائر الدين. فاحنا عندنا الكفاءات موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى في وزاره الاوقاف من خلال كيفيه التعامل مع الاطفال، ازاي هو هيتعامل مع الاطفال الصغيره، ازاي هو هيتعامل مع الابتدائي، ازاي هو هيتعامل مع الاعدادي، ازاي هيتعامل مع الثانوي. عندنا خبراء في هذا المجال في التحفيظ، فالامر مش يعني مش صعب علينا، لكن الخبراء موجودين والتعليم موجود، وان شاء الله باذن الله هيكون مشروع يعني قوي جدا وهيفيد اولادنا باذن الله. على اي حال وضحت الفكره، يعني منصه الكترونيه على غرار التكنولوجيا القادمه من كورونا، على غرار سكايب او زوم، سيكون هناك تحفيظ للقران بشكل مستمر من قبل وزاره الاوقاف. بنشكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزاره الاوقاف على هذا التوضيح. طيب هننتقل مع حضراتكم لملف اخر وهو هام جدا الحقيقه. من كام يوم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وحده الوسائل التكنولوجيه المساعده والاجهزه الطبيه بمنظمه الصحه العالمية، ده كان لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. يمكن بدأنا نشوف ترجمة هذا اللقاء دلوقتي من خلال مذكرة تفاهم هيتم توقيعها النهاردة بين جامعة القاهرة التكنولوجية وإحدى الجامعات البريطانية لتوطين هذه الصناعة في مصر. للتعليق على هذا الموضوع معنا على التليفون دكتورة هبة هجرس رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. طيب في البداية أحب أعرف من حضرتك يعني رؤيتك لأهمية هذا اللقاء واستقبال وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر. الحقيقة أنا استقبلت هذا الخبر بفرحة شديدة، لأن الحقيقة بشتغل مع الدكتور شبال خزنابس على التقرير العالمي اللي هيشمل كل دول العالم بما يخص الأجهزة التعويضية في العالم كله والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وده تقرير احنا شغالين فيه بقالنا دلوقتي 3 سنوات بنجمع كل المعلومات عنه في العالم كله، فسعدت جدا بأن فخامة الرئيس هيستقبل هذا الرجل العظيم، لأن هو من أهم الناس الملمة بما يحدث على مستوى العالم في كل الدول النامية والدول الكبرى، وكل يعني الموضوع تحت إيده. فكما عودنا الرئيس إن هو إحنا ما بنقعدش نخترع العجلة، إحنا بنجيب من الآخر وبناخد الخبرات كلها اللي وصل لها العالم ونبتدي نشتغل بيها. وطبعا أن فخامة الرئيس يختار هذا الخبير كاستشاري له في هذا المشروع بينم عن جدية أن إحنا هنعمل حاجة على أعلى مستوى من الجودة وأيضا على أعلى مستوى من الحداثة اللي هتخدم الحقيقة مش فقط
أشخاص ذوي الإعاقة في مصر، لأن إحنا إذا تمكننا من إن إحنا نصنع في مصر يبقى هنقدر نصدر للعالم العربي وأفريقيا وكل الدول النامية المجاورة، نقدر إن إحنا نمدهم بأسعار مقبولة صحيح لاحتكاك لأجهزة عالية الجودة. طيب دكتورة بقى، يعني ربما مصر كانت يعني لها خطوات في هذا الامر، يعني ربما انا شفت عدد كبير من المصانع في العبور وفي اكتوبر شغال على ده من زمان، كان ايه اللي ناقصنا علشان نوصل للعالميه؟ يعني احنا بنصنع ايه وكان ناقصنا؟ هل في تكنولوجيا معينه؟ لان انا عارف ان صناعه الاطراف الصناعيه ما هيش برضه صناعه معقده، يعني هي بس محتاجه زي ما بيقولوا سيستم. لا، هي الحقيقه صناعه معقده وفي حاجات منها بسيطه، يعني في صناعات في الأجهزة المساعدة بتبقى اختراع بسيط قوي لكن بيخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حاجات فيها تكنولوجيا فنية عالية بتصل إلى أنها فيها رقمنة معقدة جدا. زي إيه وزي إيه يا دكتور؟ يعني مثلا في أرجل صناعية بتشتغل بكمبيوتر، ودي طبعا أدائها مختلف ووضعها مختلف. لما نيجي نتكلم الحقيقة احنا مش بيهمنا ان احنا نبقى بنجيب احدث تكنولوجيا ونخليها لكل الناس، كل من يحتاج حاجة على مستوى احتياجه بنديله. احنا مش بنعمل الحاجة اللي هي مثلا طرف صناعي بمليون جنيه لكل الناس، ولكن وجود التكنولوجيا نفسها بييسر حاجات كتيرة تحت ايد اللي بيصنع هذه الأطراف وهذه الأجهزة المساعدة، وبنكون قادرين على تنفيذها على حسب الطلب والاحتياج. دي مهمة. اللي كان موجود في مصر يا فندم أجهزة تعويضية بدائية، كثير منها يفتقد الجودة، اللي كان الحقيقة المكان الوحيد اللي بينتج مستوى عالي وذو جودة عالية كان بيبقى الأطراف الصناعية اللي بتطلع من الجيش، لأن الجيش كان عنده المصنع الوحيد اللي هو مرتبط بصناعة عالية الجودة وبيستعين بخبراء من دول عالمية. ولذلك فخامة الرئيس أول ما أعطى هذا المشروع درس إيه كل اللي موجود على الأرض وإدى المسؤولية للجيش، لأن الجيش له باع طويل. طبعا كل الجيوش الحقيقة بتهتم بقصة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، وخاصة الجيوش اللي هي بتبقى على عرضة إنها يكون عندها حروب. وبما إن مصر خاضت العديد من الحروب فإحنا من الناس فعلا اللي جيشنا فيه وحدة متخصصة جدا وعلى أعلى مستوى، وكانت كمان بتخدم المواطن العادي، ولكن إمكانياتها كانت أغلبها رايحة للضباط اللي تم إصابتهم في الحروب السابقة أو لظروف سابقة. لكن اللي كان موجود في السوق المصري للمواطن الغير الذي لا يعمل في الجيش كانت حاجات متواضعة، محاولات متواضعة أن يبقى فيه أجهزة تعويضية، وكانت غالبا ما تعيق وتزيد من الإعاقة أكثر مما كانت بتخدم الشخص ذوي الإعاقة. وضحت الفكرة يا دكتورة هبة. الحقيقة ويمكن إحنا بصدد أن إحنا نشوف توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية زي ما حضرتك تحدثتي، وهي طبعا يعني صناعة هامة جدا وبتفيد كمان فئة هامة جدا، فئة ذوي الهمم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة هبة هجرس رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة. جينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير مصر. فصبح عليكم مرة ثانية وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ أخبارنا مع مباريات كأس العالم والفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، واللي منها منتخب كرواتيا اللي حسم تأهله للدور الربع النهائي من مونديال 2022 على حساب المنتخب الياباني بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 لكل منتخب فيهم.
دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده قدام المنتخب الياباني، وده بعد ما قدر يقود المنتخب الكرواتي للتأهل للدور ربع النهائي من مونديال 2022 بالفوز بركلات الترجيح. وتألق الحارس في المباراة وقدر يصد الثلاث ركلات ترجيح من لاعيبة اليابان. مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان أكد أنهم قدموا كل حاجة أمام كرواتيا في المباراة اللي اتلعبت امبارح، وقال يوشيدا في تصريحاته بعد المباراة: ظهرنا بروح ومستوى رائع طول البطولة، وفخور جدا بفريقي وباللعيبة، وبشكر كل اللي تابعنا واتفرج علينا سواء في الملعب أو حتى على الشاشات. حقق منتخب البرازيل فوز مستحق على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد 9-7-4. في المباراة كانت سهلة نسبيا للمنتخب البرازيلي، بالنتيجة دي تأهل منتخب البرازيل للدور ال 16 لمواجهة منتخب كرواتيا. تم اختيار نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا أفضل لاعب في مباراة منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية بعد الأداء الرائع اللي قدمه في المباراة. فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة سويسرا في دور 16 النهاردة ضمن منافسات كأس العالم، وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وسويسرا: مجموعتنا قدمت أداء ممتاز ومركزين كويس علشان نحقق الفوز. المنتخب السويسري منتخب منظم بيلعب بتركيز عالي، وده هيخلي المباراة صعبة. مرات ياكن المدير الفني لمنتخب سويسرا اتكلم هو كمان عن المباراة اللي هتجمع منتخب بلاده بالبرتغال، وقال إن التاريخ مش مقياس في المباريات اللي زي دي، احنا قادرين على تجاوز المنتخب البرتغالي وكل اللعيبة في حالة جيدة، وعندنا قائد رائع اسمه تاكاشا بيمتلك شخصية متميزة وبيعرف كويس يتحمل المسؤولية. لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أكد كمان أنه بيحترم المنتخب المغربي اللي بيضم عدد من اللعيبة المتميزة، وقال هنلعب قدام منتخب عنده حافز كبير بعد صدارته لواحدة من أصعب المجموعات، نتمنى نحقق نتيجة جيدة ونتأهل للدور اللي جاي. وقال كمان للعيبة أنه لازم نتدرب على 1000 ركلة ترجيحية علشان نكون جاهزين لأي سيناريو، خصوصاً أن الركلات دلوقتي مش معتمدة على الحظ لكن أصبحت بتعتمد على الحراس. بيدري لاعب منتخب إسبانيا أكد أن القوة البدنية أهم عنصر من عناصر القوة اللي بيمتلكها المنتخب المغربي، قال كمان: نتمنى نحقق لقب كأس العالم، وبنتمنى تكون انطلاقتنا الحقيقية في المونديال النهاردة قدام المغرب. منتخبنا متعود على اللعب تحت ضغط، وخط الوسط اللي بيمتلكه المنتخب المغربي قوي بدنيا وهيضغط علينا كتير علشان بيبني هجماته المرتدة علينا. لعيبة المنتخب الإسباني استغلوا بعض الألعاب داخل معسكرهم لقضاء أوقات مسلية زي ألعاب تنس الطاولة والبلاي ستيشن، وده علشان يخففوا الضغط عليهم شوية قبل مواجهة المغرب. من ناحية تانية أكد وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب أن منتخب بلاده جاهز تماماً للمواجهة المرتقبة قدام المنتخب الإسباني، وقال الرجراجي: منتخبنا هيواجه واحد من المنتخبات المرشحة لحصد البطولة، مباراة صعبة هنقدم فيها كل حاجة عندنا علشان نسعد الشعب المغربي. الرجراجي كمان قال أن مدرب إسبانيا لويس إنريكي مدرب رائع وبيعرف كويس يتعامل مع الضغط. منير المحمدي حارس مرمى منتخب المغرب أكد هو كمان أن مواجهة إسبانيا النهاردة هتكون نهائي مبكر، عندنا أمل نسعد الجماهير المغربية ونهدي الفوز لكل واحد بيشجعنا في كل أنحاء العالم. الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 أشاد بالنجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي تقديراً لدوره المهم مع منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة اللي هتجمع المغرب وإسبانيا النهاردة ضمن منافسات الدور ال 16، وقال الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع تويتر تحت عنوان: حكيم لكنه ماهر، زياش لكنه ساحر، المغربي يملك كل الحلول وسيكون مفتاح لعب مهم لأسود الأطلس في مواجهة إسبانيا. النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني أكد أن خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم
كان مفاجأة. وقال ميسي كمان أن كل المنتخبات متساوية، والمنتخبات اللي بيرشحها لحصد لقب كأس العالم هي البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا، وأن الأرجنتين قوة في كرة القدم ودايما مرشحة للفوز باللقب. من ناحية تانية بينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب منتخب التانجو نظيره جمال موسيالا مهاجم منتخب ألمانيا، وكيليان مبابي جناح فرنسا على اللاعب الأكثر تسديداً في مونديال كأس العالم 2022، وده وفقاً لإحصائية عملتها شبكة أوبيتا للإحصائيات اللي أكدت فيها أن اللعيبة اللي سددوا أكبر عدد من التسديدات في مونديال 2022 لحد دلوقتي ليونيل ميسي 7 تسديدات وأربع فرص، جمال موسيالا 6 تسديدات وخمس فرص، كيليان مبابي 5 تسديدات وخمس فرص. سي المدير الفني لمنتخب السنغال أكد أن منتخب بلاده لعب مباراة قوية قدام منتخب قوي وصعب وهو المنتخب الإنجليزي، وقال أنه ما عندوش أي مبررات للخسارة قدام المنتخب الإنجليزي، حاولت اللعيبة وعملت اللي عليها علشان تخرج بأفضل نتيجة ممكنة، لكن كنا يعني اللي كنا بنتمناه ما حصلش وفشلنا في تسجيل الفرص. كشفت فلافيا ناسينتو ابنة الأسطورة البرازيلية بيلي حقيقة تدهور حالة والدها الصحية ووضعه بالعناية المركزة، وقالت في تصريحات لشبكة جلوبو البرازيلية أن الكلام اللي انتشر بخصوص الموضوع ده غير صحيح على الإطلاق، والأسرة بتعمل على توفير أفضل رعاية له علشان حالته تستقر. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع زملائنا في الاستوديو. شكرا لك يا لمي. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتي لميا حمدان. لميا، شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات، وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الأسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى والشرق العوينات. وقال الرئيس السيسي أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تأثير المخلفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة. وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، وأنها لم تشهد في السابق أي تنمية. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 16 لمناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني. هذا وقرر مجلس الأمناء استكمال المناقشات الأسبوع المقبل للإعلان عن الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني، وبحث المجلس الأسماء المرشحة والمطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة في ضوء ترشيحات مقرر اللجان والمحاور والأحزاب السياسية. شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن حل النزاع الدائر في الأراضي الأوكرانية يتطلب حتما تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي ضمانات مماثلة لروسيا فمسألة تأتي لاحقا. وقال بوريل أن الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية، موضحا أن هذا الأمر يتطلب سداد موسكو تعويضات مالية والبت قضائيا في جرائم الحرب وانسحاب القوات الروسية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. ويأتي موقف بوريل إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث فيها عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لموسكو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الطائرات المسيرة، إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين، مما تسبب بانفجارات وأضرار طفيفة بطائرتين.
أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا النووية لأي طرف ثالث. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن الحديث عن إخراج محطة زابوريجيا النووية من السيطرة الروسية لأنها على أرض أصبحت روسية. وأضافت أن روسيا هي الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية. К усилению милитаризации арктического региона, ну, соответственно, это просто в свою очередь. أعلنت الأمم المتحدة وجود أدلة على استخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيميائية في الفترة التي سيطر فيها على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. وأوضح تقرير لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أن تنظيم داعش قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع. تأهل المنتخب البرازيلي للدور الربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه الكبير على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور السادس عشر. وسجل رباعية البرازيل كل من جونيور ونيمار وريتشارلسون وباكيتا فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق سوينجهو. بهذه النتيجة حسم راقص السامبا تأهلهم للدور المقبل ليضربوا موعدا مع كرواتيا التي تأهلت بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح. نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في افتتاح محور التعمير في الإسكندرية قال إنه المشروعات اللي بتنفذها الدولة تتفادى الأراضي الزراعية لأنه دي ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. ده طبعا بيعكس اهتمام الدولة بالرقعة الزراعية، أيضا إضافة أراضي جديدة من خلال مشروعات عملاقة للاستصلاح الزراعي زي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتشكا وغيرها. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفنا دكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري عن هذا الملف تحديدا. بنصبح على حضراتكم منورنا. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها. طيب زي ما كنا بنتكلم يا فندم، فكرة إنه مصر دلوقتي بتعمل على زيادة الرقعة الزراعية، وزي ما قال سيادة الرئيس أمس أنه هذه المشروعات الجديدة بالطبع تنفذ بعيدا عن الأراضي الزراعية، ويعني بتعمل على أنها بالعكس أنها تزيد من مساحة الرقعة الزراعية. عايز أعرف من حضرتك الإجراءات اللي قامت بها الدولة المصرية أنها تقدر تحافظ على المساحة المنزرعة بالعكس وتزيدها أيضا. بصي سيادتك، لما نتكلم في هذا الموضوع هنتكلم في نقطة مهمة جدا. احنا كنا بنتكلم في اراضي الوادي والدلتا، الدلتا اللي عملها نهر النيل عبر ملايين السنين. فاحنا كل هذه المساحه المفروض ان كل الشعب المصري بيعيش كان على 6% من هذه المساحه. الدلتا عليها ضغوط كبيره جدا، عدد سكان اكتر النهارده، عدد سكاننا النهارده احنا عندنا نمو سكاني فوق ال 2.5%. احنا يمكن مع ثوره يناير يعني في 2011 كنا حوالي 80 مليون، النهارده احنا 104 مليون. شوف قد ايه معدلات النمو السكاني. طب هذه المعدلات النمو السكاني وعد استقطاعات لمشروعات ونمو سكاني ومدن وقرى وتوسعات عمرانيه وحاز عمراني في القرى، ففي استقطاعات تمت من هذه الاراضي بخلاف ما كان يتم من تعدي صريح. صحيح. على اراضي الدلتا. المهم ان هو صدر قانون جديد من مجلس النواب بيجرم التعدي على الارض الزراعيه لان دي ارث الاجيال اللي جايه. لكن هنا الدولة ما وقفتش عند هذا الحد. يمكن سيادة الرئيس من ساعة ما جه كان في قدامه طموح كبير جدا، احنا ما كناش يعني ما تصورناش هذا الكلام، احنا كنا بنحلم ان احنا نستصلح مليون فدان. لكن لما تتصوري ان فخامة الرئيس حط قدامه 4 مليون فدان بالمليون ل 4 مليون فدان بخلاف ان هناك مشروعات كانت متوقفة تماما. صحيح. زي مشروع تشكا ومشروع ومشروع تنمية شمال سيناء. دولت لوحدهم النهارده بتتكلمي انت دخلتي في فكر ان انت تستصلحي فوق الحوالي الخمسه او سته مليون فدان. صحيح. اشتغلوا. لما نتكلم بقى احنا النهارده حجم ما نطمح ليه هو قد ايه؟ احنا بنتكلم في اراضي مصر الزراعيه القديمه حوالي 5.5 مليون فدان. احنا في رقعه زراعيه النهارده احنا في احصائيات رسميه بنقول 9.7 مليون فدان. الجهاز المركزي لتنظيم الاداره قال النهارده ان احنا عندنا
حوالي 10.2 مليون، احنا بنطمح ان احنا نصل 12 مليون فدان في خلال 2025 بالمشروعات اللي فخامه الرئيس بيقولها. ليه؟ لان انا بحاول اعمل نمو سريع. اعتقد لو ما خدش هذه الاراضي استصلحت وهذه المشاريع اتبنت احنا كنا هنبقى فين؟ لا واحنا شفنا تاثيرها في السوق طبعا. يعني كنا هنبقى فين؟ انت بتتكلمي على صعيده مختلفه يعني. يعني انت بتتكلمي زدتي فوق ال 20 مليون نسمة في 10 سنين، يعني في 7 سنين 8 سنين 20 مليون 20 مليون دول يمثلوا ضغط كبير جدا دولة على تاني. موارد الدوله ودول مش دوله، ده دول دي مجموعه دول. ال 20 مليون دول خد 4-5 دول كده في حتت معينه يبقوا تساوي الشعب المصري. الزياده اللي طرقت علينا هنا كان فخر والبعد الاستراتيجي ورؤيه سياده الرئيس والشعب، وهنا المجهودات اللي بتقوم بيها وزاره الزراعه مع اجهزه الدوله المختلفه سواء كانت وزاره الري او اجهزه القوات المسلحه. لو كنا وقفنا بقى على القطاع الخاص مش هنقدر نكمل كل الكلام. صحيح صحيح. فهنا تدخل سيادة الرئيس بحسه، وكانت هناك تكلفات طيب. لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. دكتور علي فضل. يعني مفهوم طبعا الجهود اللي تمت ومقدرين طبعا الارتفاع يعني الرقعة الزراعية 10 مليون فدان، ولكن أنا عايز أتكلم على سلوك الفلاح المصري. ربما حضرتك بتختلط أكتر وبتسافر الدلتا وبتسافر الصعيد وبتشوف. إحنا كان عندنا زمان قصة تبوير الأراضي الزراعية دي سلوك معتاد، كان عندنا قصة حرق قش الرز، كان عندنا قصة ان انت عندك ارض فتقوم طالع. بغض النظر عن القوانين بتكلم هنا على السلوك، هل اتغير فعلا وما لمسته على الارض؟ خلينا برضك نبقى واضحين جدا في هذه الجزئية. احنا لحد من سنتين ثلاثة كانت موضوعات تعدي موجودة. لان هو بيبص المواطن ايه. فدان ارض بيقطعه مباني، يمكن سياده الرئيس وهو بيتكلم في اسكندريه يقول لك انا بيجي يقطع حته ارض عشان يبدا شقق سكنيه وما عملش خدمات ولا يعمل مرافق. فكان هو النهارده بيبص الفدان ده اللي بيجيب له 8 مليون جنيه 2 مليون جنيه بيجيب له 50-60 مليون جنيه. فهو ازاي يتفنن ان هو يتعدى عشان يحول هذه الارض؟ حتى بنبقى حاطين احوزه عمرانيه جوه القرى، يعني في احوزه للانشاءات والخدمات والمباني، لكن هو بيحاول يتعدى. هنا بقى وزاره الزراعه في السنتين الثلاثة الأخرانيين بيحصل إيه؟ وقف كامل مع القوانين والتغليظ العقوبات، لأن إحنا كنا بقول لك بنفقد 30,000 فدان سنويا. طب ده القوانين، أنا عايز أتكلم على السلوك. بس السلوك أهو، أنا هدخل بقى في السلوك. فأنا بقول لك كان المزارع في الفترة بيستسهل عملية التعدي، يقول لك أصل أنا عايز أبني بيت لأولادي، أصل أنا عايز أعمل مزرعة في الأرض الزراعية. أعتقد هذا الأمور بدأت تتقلص وتتقفل بشكل جامد جدا. يعني ده سلوك بقى فيه تغيير. النهارده في مشروعات دخلت، النهارده بتعمل حوزة عمرانية، بتعمل صحيح. تحديث للري، في رقابة صارمة، في إزالة لكل التعديات، وفي امتداد عمراني كمان في المدن والمحافظات. احنا عاملين حوزة عمرانية وفي حوزة للتمدد. فطبعا احنا بتتجه الدولة لدعم حتى الريف المصري، ان هو للاتجاه الرأسي. يعني انا النهاردة التوسع الأفقي جوه القرى عملية ما عادش مقبولة، لأن كل تعدي خلي بالك سيادة الفدان اللي أنت بتستقطعه من جوه الأرض دي القديمة، أنت بتحرم مش أقل من 10 أو 15 مواطن من أكلهم من غذائهم. فهنا كانت الدولة تبقى موجودة. يبقى هنا المزارع بدأ يفكر. النهاردة أنت بتحمل حاجة جديدة اللي هي عشان تربط بقى سلوك المزارع والتغيرات اللي بتتم. حياة كريمة، مشروع حياة كريمة اللي اتعمل في الريف المصري، أن أنت النهاردة بدأت تطور له الخدمات اللوجستية، الخدمات الزراعية، تبطين الترع، تحديث منظومة الري. كل هذه الأمور بتشجع المزارع أنه هو لا ده الدولة بتشتغل، لا الدولة برضك بدأت تفكر معايا. فالأمور دي كلها بتغير من سلوكات المزارع. في نفس الوقت أنت النهاردة لما في تصدير عايز يصدر وعايز يشتغل، تصدير وبتساعده. فالنهاردة لما كمان بتيجي تعمل له مشروعات زراعية برة وبتنقله كمان برة، هتخليه خف الضغط على الأرض الزراعية في الوقت في الوادي والدلتا. فده جزء من تغييرات سلوك. يبقى هي الدولة بدأت تتقوم، وهو في نفس الوقت بدأ ذاتي يحصل له نوع من التقويم. المزارع المصري، المزارع المصري ذكي جدا، خلي بال سيادتك، ومخلص لبلده وبيحبه وعارف كويس قوي وعارف قيمة الأرض. بس هو المزارع اللي احنا دخلنا في عمليات التغيرات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والحضارة والإنترنت، خلى فيه سلوكيات كله عايز يغتنم بسرعة. طب. لكن فكانت هنا حتى إهمال الأرض. لكن النهاردة الأرض بقت مورد مهم جدا، ومورد لدى المزارع. وفي نفس الوقت المشروعات اللي بتساعده، مشروعات اللي هي مجمعات الألبان وتجميع الألبان، تربية الماشية، الدواجن، كل الأمور دي ساعدت المزارع أن أنت تزود دخله. فأصبح ارتباطه
الارض وثيق وبدات الموضوع ما توقفش فقط عند يعني منع وتجريم التعدي على الاراضي الزراعيه بل ايضا اوجد حلول بديله. بالظبط. فطيب في نقطه تانية كمان مهمه يا فندم، فكره الحفاظ على الاراضي الزراعيه وايضا زياده رقع زراعيه شاسعه زي ما حضرتك تحدثت، مش بس خلينا نقول ان هي بتمس فكره الملف الغذائي بما انه طبعا قضيه امن قومي، لا كمان احنا عندنا مشكله كنا بنعاني منها وهي فكره فاتوره الاستيراد. احنا عندنا فاتوره استيراد كبيره، ويمكن سياده الرئيس من اهم اهدافه ان احنا نقلص هذه الفاتوره بالعكس ونضاعف كمان من صادراتنا. عايز اعرف من حضرتك الاراضي اللي تم استصلاحها، لو هنتكلم بشكل محدد مش هنتكلم بشكل موسع، بشكل محدد ايه المحاصيل الزراعيه على سبيل المثال اللي احنا ممكن خلال الفتره الجايه نلاقي ان احنا مش بس عندنا اكتفاء ذاتي منها، لا ايضا بنصدر منها وبنخفض من استيرادنا ليها. والله يا استاذ سؤال مهم جدا، وانت يعني حطيت ايدك على لب الموضوع. شكرا. احنا ايه الاساس؟ احنا نحاول يعني النهارده لما اقفل فاتوره الواردات واقللها يبقى انا حققت جزء من الصادرات بطريقه غير مباشره. طبعاً. لان انا النهارده وبالتالي انا هنا الهدف الاساسي ايه؟ هو زياده الامن الغذائي المصري لان هو امن قومي. طب النهارده ابص محاصيلي ايه؟ انا عندي المحاصيل الاستراتيجيه، محاصيل الحبوب وده جزء مهم جدا، ومحاصيل السكر ومحاصيل الزيوت، دول المثلث بتاع اهم المحاصيل الاستراتيجيه. احنا حققنا ايه في هذا الاتجاه؟ وماشيين في ايه في هذا الاتجاه؟ لما بنبص احنا النهارده بننتج حوالي 2.4 مليون طن سكر، احنا كنا في اواخر يعني كنا 1.7، النهارده تدخلت في 2.4 وبتهدفي ان انت تصلي الى 3.5 مليون طن، وبالتالي وصلنا الى جزء كبير جدا. او عايز اقول احنا عندنا اكتفاء ذاتي يعني فعلي، ولكن في سلوكيات بتفرط فبالتالي بتعمل جاب حوالي 10%، لكن انت هتصلي الى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل السكريه. عندنا النهارده التمور، النهارده مصر تنتج 1.7 مليون طن وبتصدر وبقى تخش في السوق العالمي. فانا النهارده لما اجي كده، طب انا الملف الاصعب عندي هو ملف الحبوب والزيوت، ملف الحبوب وملف الزيوت. طب انا النهارده بهدف لايه في الحبوب؟ انا مشكلتي الاساسيه زي ما احنا شايفين وسلاسل الغذاء والعالم إيه؟ القمح والذره، واعتقد احنا حاسين فتره فاتت الذره وفول الصويا والكلام من ده. طب احنا عندنا في ملف القمح ايه المشكله اللي موجوده؟ احنا قلنا احنا عندنا بتزيد 20 مليون في 10 سنين، انت بتتكلمي في رقم رهيب، حتى ما بتعملي تنميه وبتحسني اصناف وبتعملي كل الكلام ده مش ملحق، لكن مش هيحل المشاكل غير مشروعات اصلاح الاراضي اللي احنا النهارده وصلنا اللي بنقول لك حوالي تقريبا 80% من مساحه الارض القديمه اللي هي كانت في الستينات. فالنهارده انا بنتج 9.5 مليون طن قمح. انا النهارده عشان عندي مستهدف ان انا اطلع ل 14.5 مليون طن قمح عشان احقق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز وجزء من صناعه المكرونه والحاجات الاستراتيجيه، ويبقى عندي شويه حاجات بسيطه كده اقدر اغطيهم اللي هم القمح الفين والحاجات دي. واحنا لما بنحط في الاستراتيجي انتاج قمح الديورم ده ممكن يتصدر ودخل مكانه قمح طري حوالي الطن ب3 طن. فده ملف القمح، واحنا استصلاح الاراضي واحنا بنهدف ان شاء الله نوصل نزرع 4.5 مليون فدان ونصل ل 5.5 مليون فدان خلال 25. ومن هذا الكلام يبقى عندك اكتفاء ذاتي في القمح وقمح الخبز بنسبه 100% القمح الخبز، ولو عملنا خلط هنزود الاكتفاء الذاتي بالضرب 10 او 15 او 20%. طب الملف الثاني هو ايه؟ ملف اللي هي الاعلاف. النهارده انا عندي مشاكل في الاعلاف، ده مهم جدا. وبالتالي الذره احنا بننتج 7 مليون طن، لكن احنا محتاجين نوصل ل 10.5 او 11 مليون طن عشان اقدر اغطي الاكتفاء الذاتي، والذره من المحاصيل الصيفي اللي بتدخل في الدوره اللي ما لهاش منافس. فانا النهارده بنحسن اصنافنا وبنعمل ممارسات زراعيه وبنحدث الري وكل هذا الكلام عشان ارفع الانتاجيه المحصوليه ل 10.5 مليون طن ذره، وبالتالي اقلل فاتوره الصادرات لان انا بستورد من 7 ل 8 مليون طن ذره صفراء. فالنهارده لما ندخل الملف ده شغال كويس جدا، ملف القمح احنا فيه شغالين فيه كويس جدا، يبقى عندي الملف الثالث هو ملف ايه؟ ملف الزيوت. ملف الزيوت احنا بننتج عندنا جاب كبيره قوي كبيره قوي، واحنا عارفين احنا بنستورد يعني اوكرانيا وروسيا دول بيصدروا 18% من الزيوت من الحبوب والزيوت في العالم. لما انا ابص النهارده احنا عندنا في الملف ده بنشتغل كويس جدا، لما بنرجع نحسن المحاصيل الزيتيه زي ايه؟ عندنا دوار الشمس بالزرع في 3 عروات، المشاريع الجديده هتسحب تدخل جزء من العروات دي في زراعه
في 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 المنظومه. عندنا فول الصويا بيستخدم في ثنائي، يعني بيستخدمه زيت واستخدمه علف. فالنهارده هذه الاستصلاح وهذه المساحات اللي ما كانتش موجوده ما كناش هنبقى كنا هيبقى شكلنا حاجه تانية خالص. كان انا مش عايز اقول احنا كنا ممكن نصل الى حاله من حالات المجاعات تحت صحيح. الظروف السكانيه دي يعني. فانت النهارده في حاله احنا الحمد لله مصر لها اتغيرت بشكل كبير. النمو الاقتصادي ان انت تتصور ان القطاع الزراعي بينتج او العائد من القطاع الزراعي بكام؟ بواحد واتنين من عشرة تريليون جنيه. يعني حوالي 12% من الناتج القومي الاجمالي. الصادرات الزراعيه كمان زادت بشكل كبير جدا. لما انا اقول عندي صادرات زراعيه طلعت السنه دي لحد حوالي 15 يوم 5.7 مليون طن، ودول ومستهدف ان يجيبوا 3.6 مليار جنيه من الصادرات السلعيه. يعني هذا الملف الزراعي، فالزراعه احنا بنعتبرها هي اساس التنميه، هي حركه الاقتصاد. فالنهارده لما هتنتجي وهتزرعي هتعملي ايه؟ بتشغلي عمال، بتفتح فرص عمل طبعا. بتنقلي وتعملي خلخله من الضغط السكاني اللي موجود في الوادي والدلتا في مشروعات على الاجنبي خلق مجتمعات عمرانيه جديده طبعا، وحياه جديده طبعا. حياه جديده وحياه، خلي بالك سياده الرسمي كانت بتتكلمي، هو ما كانش هيعمل هذه المشروعات غير ما يبقى عندك شبكه طرق على مستوى عالي. ما كانش هتلاقي المشروعات تنجح ما كانش عندك طاقه كهربائيه طبعًا. على مستوى عالي، منظومه متكامله، منظومه متكامله. فكان البعد الاستراتيجي والسياسي، فطبعا كل هذه المشروعات النهارده الدلتا الجديده انت بتتكلمي مشروع مستقبل مصر حوالي 500,000 فدان، عناصر في الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان. هذه المساحه لما هتدخل شوفي حجم المحاصيل الزراعيه صحيح. النهارده بتنتجي من الخضار، عندك اكتفاء ذاتي من الخضار، وبتنتجي منه حوالي 28 مليون طن خضار. طب احنا كنا بنستورد ايه وبطلنا نستورده، وايه الاهم الحاجات برضو اللي كنا ربما بنصدرها بشكل قليل وبقينا بنصدرها بشكل؟ خليني بالارقام يا فندم. يعني خليني اقول لسيادتك حاجه، احنا لما نتكلم في الموالح احنا النهارده بقينا نمره واحد في العالم. البرتقال الموالح احنا بنصل الى مليار دولار بس عائدات من الموالح. النهارده البصل، الموالح اللي هو ينتمي البرتقال إيه؟ البرتقال واليوسفي يعني. فانت النهارده نمره واحد. النهارده الفراوله المجففه او المجمده يعني. النهارده البصل، النهارده الفاصوليا الخضراء، الفلفل الالوان، كل هذه المنتجات انت بتصدرها. طب انا بستورد ايه؟ احنا لسه بنستورد حاجات سنويه زي الكيوي، زي التفاح الامريكاني، مع ان احنا عندنا اصناف مصريه، بس دي سلوكيات. انت في الاخر في السوق، في التحرر الاقتصادي بالسوق، انت فاتح السوق ما تقدرش تقفل. انا ليا مزاج اكل تفاح امريكاني، اكل تفاح يعني بتاع ده، فيعني فده السلوك. انت النهارده محتاج تغير سلوك المواطن، سواء حتى في استهلاكه للقمح. النهارده لما التوعيه والارشاد، محتاجين ان احنا نغير سلوكياتنا في استهلاكنا للقمح واستخدامنا للخبز. يعني انت ما تستخدمش خبز على قد اكتر من استخدامك صحيح. النهارده احنا اعلى معدلات في العالم استهلاكا لرغيف الخبز او للقمح. فالنهارده انا محتاج اغير السلوك، والنهارده اغير شكل الوجبه بتاعه المواطن المصري. فلما برفع له نسبه البروتين وارفع له نسبه الخضروات اللي موجوده في السلطات والحاجات دي كلها هتتغير. لكن هو بيحاول يملى الصبح يفطر ثلاث اربع ترغيفه فول بعيش، فطبعا ده يعني يقول لك عشان انا كده ابقى يعني. لا، الامور احنا محتاجين التغيير في السلوك. لكن عايز اقول ان مصر احنا بنهدف ان احنا نطلع بصادرات زراعيه غير سلعيه، يعني موجوده من الصادرات غير سلعيه حوالي مثلا ل6 او 7 مليار دولار. النهارده هيفرق كتير قوي. فانت لما تبص اقلل فاتوره الواردات، انا النهارده لما هعمل اكتفاء ذاتي بنسبه، انا معايا 60%، لو طلعت ل 90% يبقى انا ده حجم من الضغط على الميزان التجاري المصري، بوفر العمله الصعبه. فكل ما ينتج جوه مصر بيوفر عمله صعبه، بيقلل فاتوره الواردات، بينعكس على الاقتصاد، بيساعد المزارع المصري والمنتج المصري صح. على انه بيصدر الى الخارج، فبالتالي بينعكس على دخله. التنميه هي تنميه مستدامه صح. لازم تبص لكل المحاور. ده قطاع اسمه قطاع زراعه مباشر اللي هو الانتاج النباتي، لكن انت لسه عندك قطاع دواجن، وعندك قطاع انتاج حيواني، وعندك، واعتقد الدوله يمكن مع سياده الرئيس بيغير حتى في تربيه الحيوانات. واحنا النهارده بنشوف ان احنا بنحسن السلالات المصريه. النهارده انت عندك قروض البتول تعدت ال7 مليار، كانت 5 مليار تعدت ال7 مليار. فطبعا كل ده عشان ايه؟ انت بتدخل، ده غير الاستزراع السمكي اللي بقى عندنا، غير الاستزراع السمكي. انت النهارده مصر كبير منه. لما تبص لمصر، مصر فين النهارده في الاستزراع السمكي؟ مصر الاول افريقيا والثالث عالميا في انتاج البلطي. خلي بالك يعني ده رقم
يعني مش قليل طبعا. ان انت لما تخشي تنتقلي بكل هذه الامور، كل الكلام ده بيجي منين؟ النهارده انت بتحسني الكواليتي بتاع الميه في البحيرات، وبتحسني الظروف البيئيه صحيح. كل دي عوامل كلها لا ده تكلفه، دي فلوس صحيح. بتخلينا يعني نبص للموضوع بزاويه اكبر، وبتخلينا نتاكد ان فعلا بالفعل في جهود حكوميه حقيقيه في تنميه الملف الزراعي وزياده الصادرات المصريه للخارج من خلال حصلاتنا الزراعية، وأيضا زيادة الرقعة الزراعية اللي امتدت على عدد كبير جدا من المشروعات. بنشكرك دكتور علي إسماعيل عضو لجنة التعديل الزراعي على هذه الإضافات وهذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. يحتفل العالم كل عام في الخامس من شهر ديسمبر باليوم العالمي للتطوع. ما زلنا في صباح الخير يا مصر مستمرين في احتفالنا بهذا اليوم اللي ربما بيغير مفاهيم كتير جدا عند الشخص، بيخليه أكثر إيجابية، بيخليه أكثر إدراكا للمسؤوليات اللي حواليه، بيخليه أيضا أكثر رضا. خلي بالكوا دي نقطة مهمة جدا. إزاي يعني يبقى أكثر رضا؟ يعني يبقى راضي عن كل ما يحدث عليه، وما بيبص الامور، ما بيبصش زي ما بيقولوا كده للايه، للي اكبر منه، بيبص للي اقل منه وبيحمد ربنا. خلينا النهارده نلقي الضوء على مفهوم التطوع. ازاي الام ترسخ هذا المفهوم بين ابنائها، تربيهم ازاي وتقول لهم يعملوا ايه في مدرستهم ومع اولادهم ومع ايه الدور اللي لازم تقوم بيه كل مؤسسه من مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافه التطوع لخدمه الناس. هنسال برضو ازاي ممكن نتطوع، نروح فين، نعمل ايه، ايه هي الاماكن اللي ممكن اروح فيها علشان اخدم بلدي او اشوف نفسي في حته معينه. تحيه كبيره جدا في يوم التطوع لكل الشباب المصريين الجمال اللي بنشوفهم في حياه كريمه او في مشروعات الهلال الاحمر، او بنشوفهم في مشروعات صناع الخير، واللي بيروحوا قرى في الصعيد بيعملوا سقف وبيرصفوا طرق وبيعملوا بايديهم رغم ان هم شباب جامعيين متعلمين. كل التحيه والشكر لهؤلاء الشباب العظيم. النهارده ضيفتنا في الاستوديو ضيفه مميزه جدا، الاستاذه الدكتوره امال امام، المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الاحمر المصري. اكيد هتكلمنا عن كواليس كثيره جدا بتحصل في هذا الامر. صباح الخير دكتوره. صباح الخير، وكل سنه وكل متطوع بكل خير. اهلا بحضرتك ومنورانا يا فندم. شكرا. في البدايه انا عايز اسال على الجانب السلوكي، مش عايز اتكلم على الحاجات اللي احنا عارفينها. من خلال رؤيتك لشباب متطوعين كتير جدا على مدار سنوات طويله، ايه اللي بيتغير في سلوكهم؟ بيوصلوا المرحلة عاملة ازاي؟ وازاي انا اقدر ابني الشخصية دي واعتمد عليها؟ الرئيس اكتر من مرة اتكلم في بناء شخصية الانسان المصري، بناء الانسان المصري. اعتقد دي نقطة مهمة جدا، شفناها في الاسمرات وشفناها في حياة كريمة ونشوفها برضه في التطوع. صحيح. الحقيقة انا سعيدة جدا بان دي تكون البداية، لانه دائما ما بنركز على المتطوعين بيعملوا ايه، لكن احنا هنا بنقول المتطوع نفسه هيكسب ايه. صحيح. والحقيقه انه لو احنا اتكلمنا على الجانب السلوكي، احنا دايما لو احنا عايزين نوصف المتطوعين بنقول عليهم agents of behavioral change، او وسطاء لتغيير السلوك. هم اللي بيقدروا انهم يشوفوا ايه التغيير ويقودوا هذا التغيير في مجتمعاتهم. لانه كلمه متطوع، انت بتتطوع في مجتمعك، الا لو احنا international volunteers، ودي قصه تانية ممكن نبقى نتطرق اليها. لكن التطوع بمفهومه ان احنا بنتطوع في مجتمعاتنا. مجتمعنا مش لازم يكون المجتمع في الشارع بتاعي، لكن المجتمع الممتد كمان. وبالتالي بقدر بعيني أشوف إيه اللي ممكن يتغير، بحط يعني مبادرة أو بقول فكرة، وكمان ببتدي أقودها علشان تتنفذ. أنا بيتغير فيا إيه؟ أولاً بتتغير فيا إنه أنا بشوف الواقع اللي حواليا بنظرة إيجابية، ومش بس بكون ماشي علشان أقول ده ناقص أو ده محتاج، لأ، أنا في اللي موجود ده، في الخريطة اللي قدامي أقدر أضيف إيه. الحقيقة إن دي مهمة جدا، إن أنا كل حاجة هعملها، عملي صغر أو قل، وقت تطوعي كان قليل أو طويل، كل عمل هعمله هيفرق، ودي مهمة جدا جدا في سلوكنا. الحاجة التانية الحقيقة كمان إنها بتفتح مداركنا. أنا بشوف جدا حواليا متطوعين لما بناخدهم في مجتمع، زي ما قلنا أنا ممكن أكون من نفس المحافظة بس أخدك في محافظة تانية في قافلة طبية، أو أخدك في مهمة إغاثية، أنت بتتعرف كمان على احتياجات أكتر في مجتمعك، بتخرج من البابل أو بتاعة مدرستي وبيتي والنادي بتاعي، نفس المكان اللي أنا بروحه كل يوم، أنت بتروح
ومش بس بتروح، انت بتروح وبتعمل اثر. فالحقيقه ان السلوك دايما بيكون منعكس سلوك ايجابي جدا. فكره الرضا يعني يا دكتور، الرضا ده ما فيهاش كلام، والا ما كناش لقينا الناس في اخر اليوم وهي تعبانه جدا، وهي يعني زي ما بيقولوا يعني شقيانه، تقولك انا فرحانه. تلاقيهم في نهايه اليوم، ولو ان احنا ما بنحبش نحط يعني نقولش الظروف، لكن بعض الاحيان بتكون الظروف اللي احنا بيشتغل فيها ممكن تكون ظروف صعبه، الا ان تلاقيه مبسوط. ازاي الاثنين؟ حاجه غريبه جدا، ده معظم الاوقات بتكون صعبه. ده حقيقه يعني، يعني الحقيقه انه الاثنين دول احنا بنشوف مثلا طبيعه عملنا مع متطوعين الازمات والكوارث، ده انت بتروح اماكن الناس بتبقى بتهرب بتخرج صحيح. وانت داخل وبعد كده تلاقي نفسك مبسوط. حاجه غريبه، مبسوط لانك قدرت تصنع فرق. وهنا بقى الفرق مش بس بيكون فرق، بعض الاحيان بيبقى الفرق من اول البسمه ينتهي الى انقاذ حياه. فهل بعد ده ممكن يكون هناك رضا؟ يعني هل ممكن بعد كده ممكن يكون في تغيير؟ هل ممكن تجربه زي دي تسيبك تقول، او اللي بينزل مره دايما نقول للناس جرب مره هتفضل معاك طول الوقت. فالحقيقه ان التطوع اذا كان بينعكس، هو بينعكس على كافه الافراد، واول واحد بيستفيد مش المستفيد، اول واحد المتطوع. بيستفيد المتطوع نفسه. يمكن ده يا دكتور مش نابع بس من فكره ان هو الـ الاحساس بالرضا وانه الشخص حابب يساعد. اعتقد انه هذا الشخص المتطوع زي ما حضرتك بتقولي في هذه الظروف الصعبه بيكون نابع من احساسه بالواجب. هو حاسس ده واجبي، انا مش هنا عشان مجرد ان انا بعمل خير او ان انا بمن على المجتمع، لا ده واجبي. فدي نقطه مهمه جدا عشان اقدر اخلق شخص قادر انه يتطوع بدافع الواجب، ولازم يكون مؤهل ولازم يكون ليه صفات معينه عشان يقدر يخدم بهذا الشكل. عايز اعرف من حضرتك، هل الشخص ده بيبقى جاي جاهز كده ولا بيتم تاهيله؟ يعني الناس فاكره ان انا عشان اروح اتطوع هروح اكتب اسمي وانزل على طول اساعد. اشكرك جدا 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 مره تانية. الحقيقه انه التطوع هو تطوع للجميع، وعندنا تطوع من اول تطوع الافراد الاطفال نفسهم، ويمكن دلوقتي بنشوف الحملات المدرسيه اللي بتقودها المدارس نفسها صحيح. انها تخلي المتطوعين يكونوا بيعملوا اعمال على قدهم لكن يفرق فيها، يحس بمجتمعه، وصولا الى المتطوعين اللي ربنا يديهم طول العمر اللي بيكون لاخر لحظه في عمره بيدي وبيتطوع. الحقيقه كمان انه لو احنا اتكلمنا على تاهيل المتطوعين، احنا عندنا انواع مختلفه من التطوع. عندنا تطوع المتخصص، انا راجل بروفيشنال بشتغل مهندس بشتغل طبيب فبنزل اتطوع بمهنتي. في الحاله اللي زي دي انت جاهز، لكن بيبقى مهم جدا تعرف هتعمل ده في سياق المكان اللي انت بتشتغل فيه، وده نفسه بيحتاج الى تدريب. كوني بشتغل وبروفيشنال حاجه، وكوني جوه مستشفى او جوه عياده، وكوني بشتغل مع قافله طبيه او بشتغل في مكان احنا اللي بناهله، دي حاجه ثانيه، وهو ده الجزء التدريبي. هناك بقى المتطوعين الشباب، ودي الشريحه الكبيره جدا. لو احنا بنتكلم عن نسبه الشباب في التطوع هنلاقي 60-70% من المتطوعين شباب. طبعا لازم يكون في كاباسيتي بيلدينج او برنامج بناء قدرات. والحقيقه انه عندنا حاجه اسمها المتطوعين معروف انه بيعمل عمل بدون مقابل وبدون اجر وبدون رغبه في مكسب صحيح. وبالتالي لكن ده ما يمنعش ان احنا يكون عندنا صيغه من صيغ العقد، التعاقد. التعاقد ده اللي احنا بنسميه مدونه السلوك. مدونه السلوك هو انت حقوقك ايه، واجباتك ايه، علشان نضمن انه هذا العمل لا يضر لا صاحبه ولا الشخص اللي بيستفيد. اول حق بنحطه للمتطوع انه يتم تدريبه على المهمه اللي بيقوم بيها. التدريب ده ممكن يكون تدريب لو هو داخل في برنامج زي مثلا عندنا في الهلال الاحمر المصري، عندنا ازمات وكوارث. وقت الازمه دايما نلاقي الناس بتتصل بينا وبتبعت لنا. فاكره كويس قوي في ازمات طويله يعني كبيره زي. عدت يعني خليني اقول لك اللي كانت مؤثره جدا وكان فيها حاجه قويه، كانت في شمال سيناء في يعني بير العبد. انا فاكره ان انا في يوم واحد جالي 1000 طلب تطوعي ما شاء الله، 1000 طلب كلهم بيقولوا عايزين الخير في امتي الى يوم الدين. ده حقيقه، دي حاجه عظيمه، حاجه جميله. واحنا والله واحنا في مصر وفي منطقتنا العربيه الحقيقه العمل التطوعي ده هو دايما سلوك جميل من الناس عندنا بتبقى عايزه تساعد. ولكن اساعد من غير ما اضر، اساعد وانا عارف بعمل ايه، واساعد ضمن التيم. عشان كده بقول دايما للناس لو انت عايز تتطوع مهم تاخد القرار دلوقتي مش في ساعتها، لانه علشان اتدخل بدون ما اضر وبدون ما اعمل لازم اكون عندي برنامج تدريبي. احنا مثلا على سبيل المثال في الازمات والكوارث برامج التدريبيه بتاعتنا ما بتقلش عن 4-5 ايام لاسبوع على الاقل. ياخد ايه فيها؟ والله لو ازمات وكوارث يبقى لازم ياخد اسعافات اوليه،
لازم ياخد سلوك التعامل مع المواطنين بشكل عام، حفظ خصوصية المصاب، ياخد ازاي يدخل بشكل آمن وفي نفس الوقت يخرج بشكل آمن، بيخرج يتعامل في تيم ورك. انا ممكن اكون شاطره جدا لوحدي بس انا في الاخر ما بعملش حاجه اكزاكتلي. فالحقيقه انه في حاجات كتير قوي بنتعلمها في مدار الفتره دي، بنعمل سيميوليشن، مش اول مره تمد ايدك محاكاه، مش اول مره تعمل عمل علشان احنا عمل تطوعي يبقى بنعمله بدون جوده. احنا عشان اضمن ان هو بجوده بحطك في سيناريو ومحاكاه وتخش علشان تعيش الظروف نفسها، وبالتالي تقدر ان انت تفيد بشكل واضح. الحقيقة ان ده في كل البرامج بلا استثناء اللي بننفذها، واعتقد كمان انه دلوقتي مع اهتمام الدولة المصرية بتقنين التطوع، امبارح شفنا المدونة مدونة السيدة انتصار السيسي اللي احتفلت بيها وشكرت فيها المتطوعين وقالت انتم امل مصر ومستقبلها، اعتقد ده كله اشاره الى اهميه العمل التطوعي والى الاهتمام بان العمل التطوعي ما يكونش بس اللي هو بنعتبره وقتي، انا بعمل بخش دلوقتي ده احنا بنسميه more or less act of kindness، يعني انا بعمل عمل يعني في ما يكونش لطيف. عفوي او نابع من حماستنا احنا اللي عندنا، يكون منظم ويكون مستمر ومدرب ومستمر وكل واحد على قدر طاقته يقدر ان هو يدي في المجال. الحقيقه دي حته صغيره خالص، المتطوع بيعمل ايه؟ يمكن المشاهد دلوقتي يتفرج يقول طب هو الهلال الاحمر المصري بيعمل ايه؟ يعني بشكل عام كيف خدم الهلال الاحمر المصري البلاد في سنوات الاخيره؟ احنا عندنا وقت الحقيقه انه الهلال في نقاط محدده. ايوه الهلال الاحمر المصري هو اقدم منظمه تطوعيه موجوده في مصر لان عمرها بيزيد عن 100 سنه. تمام. وبالتالي التاريخ على مداره بيلاقي انه متطوعين الهلال الاحمر المصري طبعا خدموا في مجال الازمات والكوارث، لانه بتوصفها هو جهاز مساعد للسلطات في اوقات الازمات والكوارث. وده نمره واحد. فهتلاقي اي نوع من انواع الكوارث الازمات اللي ممكن تكون عدت على مستوى القريه على مستوى الشارع على مستوى الدوله كلها هتلاقي بس كوارث طبيه او يعني لا خالص كل المجالات، يمكن يعني ده المعروف زلزال مش عارف زلزال ايه زلزال ده زلزال 92 معروف انه ده كان يعني نقطه انطلاق الهلال الاحمر المصري. المعونات المختلفه اللي بتروح سواء داخل مصر او خارج مصر، السيول احنا لسه كنا شايفين اللي كانت حصلت مؤخرا في اسوان، فده شكل من نزلت اسوان وعمل طبعا قوافل طبيه ومعونات. الشباب بقى عاملين ازاي؟ جامعيين حلوين بينزلوا بايديهم. كلميني عن انا عايز اوصل الحاله دي للمشاهد. احنا عندنا زي ما عارف لما بنقول احنا عندنا خيره شباب مصر، هم خيره شباب مصر، ومش خيره شباب مصر مش بس في الهلال الاحمر المصري، خيره شباب مصر في كل منظمه تطوعيه. الشباب اللي قرر ان هو يستغل وقته ويستثمره في خدمه الاخرين، هل في اكتر من كده؟ هل في دافع تاني؟ بنقول لك هتيجي تعمل عمل بدون مقابل وتروح السيول في اسوان وتروح الاسوان وتروح الوادي الجديد وتروح احنا عندنا متطوعين احنا سفرناهم على الحدود الاوكرانيه الروسيه. اسال حضرتك عليها، حضرتك يعني قلتي انه مش بس داخل مصر لكن ايضا خارج مصر. صحيح. ايه خلينا نقول ايه اخر جهود الهلال الاحمر المصري لو هنتكلم خارج مصر؟ خارج البلاد. طيب انا هقول على الاقل هقول السنه دي السنه اللي احنا فيها، احنا كان طبعا خلال الازمه الروسيه الاوكرانيه احنا المتطوعين بتوعنا الحقيقه وصلوا على الحدود اللي كان بيدخل منها طبعا بين رومانيا واوكرانيا وما بين بولندا واوكرانيا، وعملنا هناك مراكز استقبال للمصريين والعرب بتتحدث فيها بيتحدثوا باللغات العربيه علشان نقدر نسهل دخولهم بالتنسيق مع السفارات المصريه في المكان ده لخبرتنا في اقامه مراكز استقبال على الحدود. اشتغلوا لمده 3 شهور في ظروف يعني قاسيه جدا، يعني تستمر الايام تستمر لشهور حقيقه، قدروا يساعدوا بالتنسيق مع السلطات المصريه الوصول واللي احنا بنسميه ربط مع الأسر اللي كانت بتسأل على أبنائها. قدرنا نستقبلهم ونوصل بعض كتير منهم الحقيقة للمطارات علشان يقدروا يوصلوا مصر تاني. قدرنا ان احنا كمان نوفر لهم إقامة ونوفر لهم معيشة لحين نقلهم إلى المدن اللي ممكن منها يأخدوا يعني المساعدات ويرجعهم بلادهم. كل ده الحقيقة هقول انه كان بفريق عمل مدرب من الهلال الأحمر المصري، وتم الحقيقة فتح كل أو طلب للمتطوعين من المصريين المقيمين في هذه الدول، وانضم إلينا عدد منهم ساعدونا الحقيقة وإحنا موجودين هناك إن إحنا نعمل على مدار 3 شهور 24 ساعة في السبع أيام، يعني غرفة مستمرة طول الوقت بالتنسيق مع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تشتغل
كلها بالمتطوعين. دي أول غرفة عمليات في تاريخ مصر تكون بتشتغل 24/7 بالمتطوعين اللي بيشتغلوا طول الوقت على أنهم يشوفوا فين الأزمة نحرك دي ظروف أقرب صعبة جدا وخارج صعبة. حدود الوطن وفي أزمة يعني هنتكلم في العالم كلها ده إحنا أخذنا الحقيقة فيها يعني أعتقد أنه إحنا جالنا الحقيقة برضو شكر من الجاليات سواء كانت العربية أو غيرها أنه وصلنا كنا موجودين هناك. فده مثال واحد غير طبعا إحنا كان يعني مع الأزمة يعني في غزة وأحداث غزة إحنا وقتنا بيخلص بس أنا عايز أحضرك سؤال سريع جدا. لو حد عايز يتطوع مع الهلال الأحمر المصري ايه اللي ممكن يعمله؟ في طريقتين سهلين. الطريقه الاولى انه يتصل على 15-3-2-2 ودي غرفه عمليات الهلال الاحمر المصري 15-3-2-2 دي غرفه عمليات المركزيه للهلال الاحمر المصري او انه هو يدخل على صفحه الهلال الاحمر الرسميه الهلال الاحمر المصري اللي موجوده على الفيسبوك بس يبعت رساله واحنا هنقدر ان احنا نوصله ان احنا عندنا فرع الهلال الاحمر المصري في كل محافظه وبنقبل متطوعين من سن 16 سنه الى اخر العمر. والله يا دكتوره كلام جميل وانا يعني زعلان ان الفقره خلصت احنا ان شاء الله انا عارف الروح الطيبه الجميله اللي بتبقى موجوده اثناء التطوع زي بتخلق انسان كويس قادر على خدمه المجتمع بيتعلم اشياء جديده اكيد حتى لو هو في مقتبل العمر مش هتكلم ان دي بتبقى يعني نقطه في السي في بتاعه هي دي بتبقى نقطه في بناء شخصيته وده الاهم ده حقيقة. بشكرك يا دكتوره شكرا جزيلا وشكرا كل سنه وحضرتكم وشكرا للهلال الاحمر المصري بكل روافده وعلى مدار تاريخه شكرا لصناع الخير اللي بيعملوا مشروعات في كل حته في مصر شكرا لحياه كريمه شبابنا الجميل اللي بيروح كل المحافظات شكرا لكل حتى شباب البرنامج الرئاسي لو اتكلمنا حتى على المستوى السياسي مش على كمان المستوى التطوع فيما يتعلق بالأعمال الخيرية كمان الأعمال في المؤتمرات ده نوع من أنواع التطوع لخدمة البلاد اللي كمان شفناهم في كوب 27 وشرفونا ونورونا دول مصريين شباب مصريين متعلمين كانوا كمان شباب العالم وغيرها من الفعاليات اللي موجودين فيها بشكل كبير الحقيقة طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك مره ثانيه الدكتوره امال امام المدير الوطني للشباب والتطوع بالهلال الاحمر نورتينا ومشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده كنا مع حضراتكم انا جمانه ماهر وزميل عزيز مصطفى كفافي وايضا الزميله لميا حمدين ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد من 7 ل 10 صباحا صباح الفل عليكم صباح الخير يا مصر